أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، وكل عام وأنتم طيبين بمناسبة عيد الحب. وإن كنت أعتقد أن كل يوم الإنسان يعني يحب فيه هو عيد، والحب طبعا بمضمونه ومعناه الواسع والأعمق والأرحب، الحب في كل صوره. على عين أتمنى يبقى الإرسال واضح، وهنعاود بإذن الله المحاضرة الثالثة في الكاردي فاسكولار سيستم اللي هو الهارت. والنهارده الليكتشر هنبتدي فيها الإلكترو كارديوجرام. وللناس اللي يعني جوين أس في المجموعة الثانية من المحاضرات دي، أحب أقول لهم إن إحنا في محاضرتنا بنحب نعتمد على شيئين. الشيء الأول اللي هو إن إحنا عاوزين الفهم للمادة، ونمرة اتنين الامتحان، يعني هما الاتنين مع بعض، بس الأهم إنك أنت تبقى عارف الطب كويس وفهمه كويس. وتحصيل حاصل لما تفهمه كويس هيبقى الامتحان ده يعني حاجة واجبة انك هتحل فيه كويس. لكن مش عاوز نركز فقط على الأسئلة، وإلا لو كنت عاوز أركز على الأسئلة فقط أعتقد ده أنا كنت هحتاج ربع الوقت. برضو بحب أقول إنه يا أولاد الفسيولوجي هو المادة اللي بيرتكز عليها كل الطب، انك لازم تفهم الطبيعي عشان تعرف تتعامل مع غير الطبيعي. وطول عمري بقول جمله مهمه، ان الفسيولوجي هو رياضه الطب، يعني الحاجه اللي عاوز افهم في الطب. فاذا كان الفسيولوجي هو رياضه الطب، فالكاردي فاسكولار سيستم هو رياضه الفسيولوجي، والاي سي جي هو رياضه الكاردي فاسكولار سيستم. يعني الجزء ده عاوزين نفهمه كويس قوي، اللي هو الالكتروكارديوجرام، لأن ده من أهم التولز اللي بنستخدمها عشان خاطر نشخص بيها الأمراض الطبية في القلب. دي مقدمة كان لابد منها. وبرضو الناس اللي هم يعني بيجوين أس دلوقتي، أحب أقول لهم إن our system is audio visual، يعني أنت بتسمع وبتشوف الدياجرامز. وأنا بشكر كل شخص بيتعاون في حط المحاضرات على اليوتيوب، والناس اللي بتوضب الدياجرامز في صوره البي دي اف، اظن اسمه كده، عشان يقدروا يصوروها. ونمره ثلاثه، انت ممكن الحاجه اللي مش فاهمها ابقى راجعها تاني لنفسك، لكن احنا هنبقى نسبيا لانه دلوقتي ده كل حاجه مسجله، هنحاول يعني نعيد عدد اقل من مرات عشان خاطر نمشي بسرعه معقوله، لا هي سريعه قوي ولا هي بطيئه، على اساس انك من حقك انك انت تعيد مرة أخرى. وطبعا بأشكر كل الناس اللي بتكتب لي تعليقات، وكان نفسي يعني أرد عليهم واحدة واحدة، لكن موضوع صعب. طيب نتوقع على نبتدئ. بالنسبة للإلكتروكارديوجرام اللي هو تسجيل الكهرباء بتاعة القلب، أول واحد فكر فيها كان اللي هو ألكسندر ميورهيد في سنة 1872. كان عنده مريض عنده سخونة، وركب سلك حوالين المعصم عشان يسجل ضربات القلب. ده أول مرة. لكن أول بريك ثرو، يعني تقدم حقيقي في علم الإي سي جي، حصل من ويلم إنثوفن، وكان في سنة 1901. ده أول واحد، وهنشوف إنثوفن تريانجل ده هنتكلم عليه كتير في القصة. ده أول بريك ثرو في الموضوع، أول جهاز حساس يسجل فعلا الموجات بتاعه كهرباء القلب. وده كان في سنه 1901، وخد جائزه نوبل عن الاكتشاف بتاعه ده في 1924. خد جائزه نوبل في الحكايه دي عشان تعرفوا حتى اهميته. اسمه ويلم إنثوفنز في سنه 1901، والجائزه خدها في 1924. برضو بقول الكلام ده لعدد من الزملاء بيسألهم الطلبة هم لو ايه بيسموا الويفز بي
وكيو ار واس وتي. الحقيقه انا احب احكي لهم القصه للزملاء اكتر منها ليكم، ان هو ابتدى بالحروف اي بي سي دي وبعدين عمل تعديل فيها لهذه الموجات، يعني استخدم معادله لتعديلها، فاستاء الموجات المعدله اطلق عليها بي كيو ار اس تي يو اند سو اون، وتلاحظ انها حروف متواليه ورا بعض. انما يمكن يسالني احد من الزملاء، طب ليه ابتدى بالحرف بي؟ فده يرجع لانه كان شديد الاعجاب بديكارت، ريني ديكارت، كلنا نعرف عنه، ده فيلسوف ورياضي فرنسي، هو اللي اسس علم الهندسه التحليليه، عاش في القرن السابع عشر، وهو صاحب مقوله انا افكر اذا انا موجود. ان هو كان بيستخدم، هو تبع الاكزامبل بتاع ريني ديكارت ده، في انه كان بيستخدم حرف البي في المعادلات بتاعته، فعشان ده اللي خلاه ابتدى بحرف البي. هذه المعلومات يا اولاد ما يعني ما تهمكوش بالنسبه للامتحان، انما انا بقولها لان انا عارف اللي بيستفاد بهذه المحاضرات عدد من يعني بتوع الدراسات العليا، وايفن الزملاء اللي بتشرح بيبقى الاسئله دي في ذهنها، والطلبه ساعات تسالهم ادي الاجابه ليه استخدم بي كيو ار اس تي، هو في الاول اي بي سي دي وبعدين عدلهم بمعادله فغير الحروف، طب ليه ابتدى بالبي؟ ده نسبه الى ريني ديكارت او ديكارت المشهور بديكارت، اللي هو راجل فرنسي كان فيلسوف ورياضي كان بيستخدم حرف البي. طيب دي كانت كما العاده فقره المعلومات العامه. نبتدي بقى المحاضرة بتاعة الالكتروكارديوجرام. هيبقى عندي شوية صعوبة خفيفة لاني ما عنديش الورق المقوي اللي بحط عليه الرسومات بتاعتي، فاستحملوني شوية. طيب نبتدي الاول في الالكتروكارديوجرام اللي هو بيسموه ECG أو EKG في أمريكا هنا، أو مش هنا، احنا هنا مش في أمريكا دلوقتي، الـ EKG. وهو عموما أصل كلمة كارديو يعني قلب، باللاتين بتبتدي بحرف الكي، فممكن نسميه ECG إلكتروكارديوجرام أو EKG إلكتروكارديوجرام، حسب أنت في إنجلترا ولا أنت في أمريكا. فنبتدي أول حاجة بالديفينيشن، ما هو تعريف الإلكتروكارديوجرام؟ هي الكلمة الحقيقة معرفة روحها يا أولاد، هو عبارة عن الريكورد بتاع كهربة القلب. يبقى طب الكهرباء عبارة عن ايه؟ عبارة عن depolarization و repolarization. يبقى record of depolarization and repolarization of cardiac myocytes، يعني خلايا القلب. وهنا بنستخدم two skin electrodes، يعني بنحط two electrodes على السكين. دي نقطة عاوز تاخدوا بالكم منها كويس قوي. انتوا الناس اللي حضر معايا محاضرات نيرف والمسل، كنا بنحب نقيس الكهرباء في نقطة معينة، فكنا بنحط الكترود بره والكترود جوه النيرف، يبقى بنقيس في نقطة واحدة، فسميناها المونو فيزيك اكشن بوتنشال. طب دلوقتي في حالة الهارت، ما اقدرش احط الكترود جوه الهارت والكترود على الجلد، فغصب عني بحط التو الكترودز على الجلد بره. يبقى ده باي فيزيك اكشن بوتنشال، ودي أول نقطة في الام اس كيو. يبقى الـ ECG لا يمثل مونوفيزيك اكشن بوتنشال، وانما بيمثل بايفيزيك اكشن بوتنشال. طيب طبعا كهربه الهارت ازاي بتوصل لحد السكين؟ عن طريق البادي فلويدز. البادي فلويدز جود كوندكتور للكهرباء، بتوصل لنا الكهرباء. ابتدي النقطه الثانيه يا اولاد، الريكوردينج اوف اي سي جي. النقطه الاولى في الريكوردينج اللي هو الابريتس، الجهاز. لو حضرتك في الاي سي يو ومعناها الانتنسيف كير يونت، الرعايه المركزه، بتشوف بيبقى فيه مونيتور وبتسجل عليه الاي سي جي. مونيتور في لغتنا الجميله معناها مرقاب، يعني ما بنطلعش ورق، بنبقى شايفين رسمه الاي سي جي على المرقاب، حاجه كده شاشه زي التلفزيون، او ممكن يسجله على ورقه، ريكوردينج عادي خالص. طيب دلوقتي انا عاوز اقول لكم حاجه، البن اللي هو القلم اللي بيسجل من معلومات الطريفه ما هوش قلم فيه حبر، انما ده عباره عن هيت ستايلس، يعني ابره سخنه.
واقول لك الفكره، بترسم على كاليبريتد ستريب اوف بيبر، على ورقه متقسمه كده لمربعات بيانيا. الورقه دي خد بالك معايا لونها اسود، طابعين عليها بشمع ابيض المربعات. الابره اللي هي سخنه، يبقى لما هتمشي على الشمع ده هتعمل ايه؟ هتسيح الشمع الابيض فيبان تحتيها اللون الاسود اللي هو الرسمه اللي بتشوفها اللون الاسود ده، مش حبر، ده هي سياحه الشمع الابيض فبان اللون الاسود تحت. هتسالني ليه كده؟ هقول لك، برضه محدش هيسالك، احنا كهربه القلب ضعيفه جدا، فحركه المؤشر هتبقى صعبه، فمش عاوزين اي فريكشن قوي ما بين اللي بيسجل والورقه. فعشان كده عملوا الطريقه اللطيفه دي، هي حقيقه الامر ابره سخنه يدوبك ملامسه للكاليبريتد ستريب للورقه دي اللي بتمشي، تسيح الشمع الابيض يبان تحتيها اللون الاسود. طيب نيجي بقى الكاليبريتد ستريب ده، عاوزك تاخد بالك منه كويس قوي، ليه هم عملوها قسموها لمربعات كده بيانيا. المربع الكبير بينقسم لخمس مربعات صغيرين بالعرض وخمسه صغيرين بالطول. تعال نركز في المربع الصغير، هاخده هو بره واكبره. الورقه بتمشي بحيث ان مده المربع الصغير ده 4/100 من السكند، ده رقم صعب شويه، خليها 40 ملي سكند. اوعى تنسى هذا الرقم، لانه هو ده اللي بيحدد لي الديوريشن بتاع كل ويف، ان مده المربع الصغير 40 ملي سكند. فلو ويف خدت مربعين صغيرين يبقى مدتها 80 ملي سكند. فده اهميه المربعات، ان الجهاز بيمشي الورقه بحيث يطلع مربع صغير كل 40 ملي سكند. وعشان ما تنساش الرقم، فاكر رقم 40 ده مشهور في الدنيا، يقول لك علي بابا وال40 حرامي، عشان ما تنساش. خلاص يبقى افتكر مدة المربع الصغير 40 ملي سكند، لو حب يغلس عليك تبقى 4/100 من السكند، وتفيدنا المدة في تحديد الديوريشن بتاع الويف. طيب ارتفاع المربع الصغير 1/10 ملي فولت، فمثلا لو ويف خدت 10 مربعات صغيرة، المربع 1/10، يبقى 10 × 1/10 تبقى قوتها 1 ملي فولت. واحنا اتفقنا مسبقا يا اولاد ان الكهرباء في جسمنا بالملي فولت مش بالفولت، فما تلخبطش. طيب عشان تخرج 40 مربع كل 40 ملي سكند، يبقى ده معناها ان عدد المربعات اللي بتخرجها في الثانية، ده كلام تحصيل حاصل، 25 سمول سكوير بير سكند. ولو حسبتها في الدقيقة تضرب في 60، لان الدقيقة فيها 60 ثانية، يبقى بتطلع 1500 مربع بير مينت، وهنشوف دي مهمة في ايه، في حساب الهارت ريت. فممكن اهم رقم اللي تحفظه وتستنتج منه الباقي كله انها 40 ملي سكند. خلاص مدة المربع الصغير. تاني نقطة بقى اللي هي الفيكتور. قطعا انا يا اولاد لما احط التو الكترودز على السيرفيس على السكين بره، انا ما بسجلش الاكشن بوتنشال بتاع الكاردك مونوسايت بتاع الخليه الواحده، انما بسجل محصله الاكشن بوتنشالز. محصله الاكشن بوتنشالز دي بنسميها فيكتور. يبقى ما هو الفيكتور؟ يبقى الفيكتور هو سهم ارو بيمثل ريبريزنتس ذا سم، يعني محصله الالكتريكال اكتيفيتي. طيب المين الكتريكال فيكتور اللي هو محصله الفيكتور، السم اوف فيكتورز، يعني الفيكتور محصله الالكتريكال اكتيفيتي، والمين، المين يعني متوسط الالكتريكال فيكتور هو السم بتاع كل الفيكتورز. طب تعال نشوف في حاله الايتريم، احنا عندنا ايتريم وعندنا فنتريك، وعاوزك يبقى عندك قدره على التخيل بسيطه. انت عارف ان الاس انود بتبقى موجوده هنا اهي، مشاور عليها في الابر رايت بارت اوف ذا هارت، فالدي بولاريزيشن بتاع الهارت او بتاع الايتريم، لو خدنا المحصله يعني دي بولاريزيشن كده وكده وكده وكده، يبقى ده محصلته او السهم ده بيمثل الدي بولاريزيشن اوف
اتريال. ده بيبقى وان فيكتور واتجاهه ازاي؟ طالما الاس انود موجوده اب اند رايت يبقى الاتجاه بتاع الديبولاريزيشن بادئه من هنا، يبقى هتمشي داونورز تو ذا ليفت. يبقى الاتريوم عنده وان فيكتور واتجاهه داونورز اند تو ذا ليفت. ده سؤال ام اس كيو. في حاله الفنتريكل، الفنتريكولار ديبولاريزيشن بيمشي في ثلاث مسارات، فعشان كده عنده ثلاثه فيكتورز، في 1 فيكتور 1 وفيكتور 2 وفيكتور 3، ثلاثه فيكتورز. اول فيكتور بيبقى from left to right و upwards بالشكل ده، او left to right، وده بيمثل depolarization of septum. وهنا بيسأل بعض الزملاء، هو ليه depolarization of septum مشي from left to right؟ هو actually مش بتاع السبتم، هو الكهرباء بتمشي على septal branch. عارف الكابلات بتاعت البركنجي اللي بتمشي الكهرباء في الفنتركل؟ اول برانش فيها بيغذي السبتم، هو اتجاهه، هو اتجاهه بيبقى فروم ليفت تو رايت. طيب تاني فيكتور اللي هو في 2، وده الاهم بقى، اللي هو هيكهرب الفنتركل اساسا، اللاترال وول. انت عاوزك تبقى متخيل شكل القلب اهو، شكل القلب كده، القلب جاي كده، يبقى الكهرباء ماشيه تو ذا ليفت اند داونز. ده اقوى فيكتور بالنسبه لل فنتركل، بيبقى ماشي اهو من الرايت هنا ناحيه ايدي اللي فيها الساعه الشمال تو ذا ليفت اند داونز. ده الفيكتور الاساسي. وانت عارف ان الهارت عامل زي الكون كده، فبعد ما يتكهرب لحد الايبكس بيرجع تاني يكهرب البيز، بيرجع في هذه الحاله ابورز بقى بعد ما نزل داونز اند تو ذا ليفت، بيرجع ابورز اند تو ذا رايت. ده الفيكتور الثالث بيمثل الديبولاريزيشن اوف ذا بيز. عشان كده بنلاقي كهربة الاتريوم فيكتور واحد بتدي ويف واحدة اللي هي البي ويف، بينما الفنتكل مش هنا في ثلاث اتجاهات فبتدي ثلاثة ويفز اللي هم كيو ار اس، حتى بنسميهم كيو ار اس كومبلكس. يبقى فهمت القصة؟ تاني حكاية الفيكتور دي، يبقى الفيكتور هو محصلة الاكشن بوتنشلز. حلوة كده؟ ما احنا لما بنحط تو الكترودز مش هنسجل سيبريت اكشن بوتنشال، بنسجل محصلته اللي هو الفيكتور. طب نيجي في حاله الاتريوم، انا قلت الاس انود هنا موجوده تو ذا رايت اند اب، يبقى الاتريال ديبولاريزيشن بيمشي داونرز اند تو ذا ليفت ويدي فيكتور واحد، وبالتالي يدي ويف واحده اللي هي البي ويف. بينما الفنتريكل عندي الديبولاريزيشن بيحصل في ثلاث اتجاهات. الاول بيحصل فروم ليفت تو رايت في السبت او السبت. ليه؟ طب ليه فروم ليفت تو رايت مش فروم رايت تو ليفت؟ قلت للزملاء مش ليكم، ده مش ايه اللي خلى الديبولاريزيشن يمشي بهذا الاتجاه؟ ان في سبتال برانش، ده بيدي كيو ويف، وعلى فكره مش موجوده في معظم الليدز مش هنشوفها، انما اهم ويف اللي هي الار بقى اللي هو الديبولاريزيشن بتاع الوول نفسه بتاع الفنتكل. احنا قلنا الاس انود هنا، يبقى الاتجاه تو ذا ليفت اند داونوردز. طب بعد ما توصل للايبكس تحت بترجع تاني بالعكس upwards and to the right فترسم الاس ويف. ده يا ولاد اللي هو قصه الفيكتورز. طيب انا عاوز اوريكم رسمه يعني توضح لكم القصه دي قبل ما حتى نقولها، نرجعها شويه وناخد النقطه الثالثه اللي هي الرولز، القواعد اللي بتتبع القياس. بصوا معايا، يبقى اتكلمنا على ريكوردنج على الابريتاس نمرة واحد عشان ما تتوهش، نمرة اتنين ان احنا بنسجل فيكتور وفهمنا ايه هو الفيكتور، هو محصلة الاكشن بوتنشلز، وان الاتريوم في فيكتور واحد بيعمل ويف واحدة اسمها البي ويف، الديبولاريزيشن فينتكل تلاتة فيكتورز فبيعمل تلاتة ويفز الكيو ار اس. نيجي الرولز، عندي اربعة رولز بيحكموا التسجيل. خد بالك للناس اللي لسه داخله معانا، اذا كان الفسيولوجي هو رياضه الطب فالكاردوفاسكولار سيستم هو رياضه الفسيولوجي، فالاي سي جي هو رياضه الكاردوفاسكولار سيستم. يعني يحتاج الى فهم، وده ما يخليش الموضوع صعب، بالعكس اقول عاوز حفظ اتعقد، مش عاوز، انا عاوز فهم.
فهم بسيط. اول حاجه الرولز ساعدوني انتوا فيهم 100% الفولتج اي قوه الموجه ارتفاع الموجه هيتناسب مع ايه؟ مع الماس اوف تيشو. يعني انا اسالك ومتاكد انك هتجاوب صح، تفتكر الويف بتاعت الاتريوم هتبقى اقوى ولا الويف بتاع الفنتكل؟ انا سامع كلكم جبتوا صح الفنتكل. ليه؟ لان الماس بتاع الفنتكل كتله التيشو بتاع الفنتكل اكبر، فعشان كده بتدي فولتج اكتر. ادي اول رول في الاربعه، شوف سهله ازاي. خد الرول اللي بعديها الديوريشن. كل ما الكهرباء مشيت اسرع كمل انت هتاخد وقت ايه؟ اقل. يبقى الديوريشن inversely proportional للفيلوسيتي اوف الويف اوف كوندكشن. هيفسر حاجه جميله، الفنتكل كبير قوي ومع ذلك الديوريشن بتاعت الديبولاريزيشن فنتكل صغيره. عارف ليه؟ انت هتذكرني المشوار طويل بس في الفنتكل بنمشي بسرعه عاليه على اسرع حاجه في الهارت اللي هو البركنجي سيستم اللي كان بيوصل 4 متر في الثانيه. فصحيح الفنتكل كبير لكن الويف بتاخد مده قليله عشان ماشيين على فايبرز سبيشالايز فور كوندكشن اللي هي البركنجي فايبرز. يبقى اول رول في الاربعه ان الفولتج بيتناسب مع الماس، تاني رول ان الديوريشن تتناسب عكسي مع الفيلوسيتي اوف كوندكشن، تالت رول مهم جدا البولاريتي. يعني هل الويف هتطلع لفوق بوزيتيف ولا هتطلع لتحت؟ القاعده بتقول الاتي، قاعده سهله قوي. لو استقبلت الديبولاريزيشن، اي جلفرومتر عنده 2 الكترودز يا اولاد لا تكون ناسي بوزيتيف ونيجاتيف. لو الويف اوف ديبولاريزيشن استقبلناها على البوزيتيف الكترود الويف هتطلع بوزيتيف، يعني هتترسم لفوق هتبقى ابورز ديفلكشن. يبقى القاعده بتقول لو استقبلنا الديبولاريزيشن على البوزيتيف هيطلع الويف بوزيتيف. حلوه ماشيه اهي، على البوزيتيف تطلع بوزيتيف، واظن انت تستنتج الباقي. والعكس لو استقبلت الديبولاريزيشن على النيجاتيف الكترود بتاع الجلفانومتر هتطلع الويف نيجاتيف. وبرضه نفس الكلام على ريبولاريزيشن بس اعكسها، ريبولاريزيشن بقى انت عاكس الكهرباء. يبقى في حاله ريبولاريزيشن لو استقبلتها على البوزيتيف تطلع نيجاتيف، لو استقبلتها على النيجاتيف تطلع بوزيتيف. عارف لو انت طالب ذكي انت تحفظ واحده منهم وتستنتج منها الاربعه. مين المهم؟ الديبولاريزيشن. لو استقبلته على البوزيتيف الكترود الويف هتطلع بوزيتيف لفوق، وانت تقول الاربعه اللي فاضلين، الثلاثه اللي فاضلين. طب لو الديبولاريزيشن على النيجاتيف يطلع نيجاتيف، الريبولاريزيشن انت عكست الكهرباء، يبقى على البوزيتيف تطلع نيجاتيف وعلى النيجاتيف الكترود تطلع بوزيتيف. هنا بقى احب اتوقف واريك رسمه جميله. تفتكر حضرتك احنا عاوزين الويفز الرسمه تبقى معدولة، يعني الويفز لفوق ولا عاوزين الويفز لتحت؟ ايه رأيك انت؟ يعني انت تحب لما تبص على رسمة تلاقي الويفز مرسومة بوزيتيف ابورز ولا لتحت؟ احبها تبقى ابورز. طب مش احنا اللي بنحط الالكترودز، يعني الجلفرومتر عنده 2 الكترودز، هما بيحطوا روحهم ولا حضرتك اللي بتحطهم؟ انا اللي بحطهم. والقاعدة بتقول لي إذا الديبولاريزيشن رايح للبوزيتيف الويفز هتطلع بوزيتيف. طيب الاتجاه العام للديبولاريزيشن يا ولاد اهو من الاس انود اللي هي تو ذا رايت اند ابوردز، يبقى الاتجاه العام رايح تو ذا ليفت اند داونوردز. بس يبقى اي الكترود في الليفت او داونوردز اخليه هو البوزيتيف عشان يستقبل الديبولاريزيشن فتطلع رسمه بوزيتيف. يبقى لو في 2 الكترودز واحد رايت والتاني ليفت تختار مين فيهم البوزيتيف؟ انت عارف الاتجاه العام للديبولاريزيشن رايح تو ذا ليفت، من الرايت هو الاس انود تو ذا ليفت، يبقى اختار الليفت هو البوزيتيف. طب سؤال اصعب للطلبه الاذكى، طب افرض ال 2 الكترودز ناحيه الليفت واحد اب والتاني داون، خلي مين فيهم البوزيتيف؟ هما الاثنين ليفت بس واحد فوق والتاني تحت. انت قلت الكهرباء رايحه تو ذا ليفت اند ايه؟
and downwards. يبقى نخلي اللي تحت هو البوست. يبقى بقيه الطلبه يا اولاد هيحفظوا الاسئله دي في الام اس كيو، انما انتوا فهمتوا الفكره. انا عاوز الرسمه تطلع بوزيتيف، تطلع ابورد، خليك بوزيتيف. القاعده الاساسيه بتقول ان اذا استقبلت الديبولاريزيشن على البوزيتيف الكترون هتطلع الرسمه بوزيتيف، هتطلع لفوق وانا عاوزها لفوق. طب الاتجاه العام للكهرباء في القلب بادئ من الاس انود اللي هي تو ذا رايت اند ابورد، يبقى الاتجاه العام ايه بقى؟ تو ذا ليفت اند داونوردز، تو ذا ليفت اند داونوردز، تو ذا ليفت اند داونوردز. يبقى لما يبقى في الكترود رايت والتاني ليفت احفظ، يبقى احنا بنحرص ان الليفت يبقى هو اللي بوزيتيف. طب لو الاثنين ليفت، واحد فوق واحد تحت، احنا قلنا الكهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داونوردز، يبقى اللي تحت هو اللي يبقى بوزيتيف. دي قاعده مهمه جدا في الام اس كيو، وبتفسر لي حاجه لطيفه قوي. هوريك رسمه في ال 12 رسمه بتاعه الاي سي جي، فيهم رسمه واحده بيبقى البوزيتيف الكترود ناحيه الرايت. البوزيتيف اهو تو ذا رايت مش تو ذا ليفت، هنا البوزيتيف تو ذا ليفت، انما هنا تو ذا رايت، والنيجاتيف هو تو ذا ليفت. عشان كده بص الرسمه شكلها ايه، تطلع بالشقلوبه اهي، البي ويف بتاعت الاتريوم مقلوبه، الكيو ار اس مقلوبه. يبقى ده سؤال في الام اس كيو، مين الرسمة الوحيدة في الاي سي جي في ال 12 رسمة اللي بتطلع بالمشقلب، اللي هي الرسمة الوحيدة اللي حطينا البوزيتيف الكترود مش في الليفت، حطيناه في الرايت، اسمها اي بي ار، هنجيلها بعد شوية تبقى عارفها. نيجي القاعدة الرابعة يا اولاد، خدوا بالكم كل ده مش عاوز تركز فيه للحفظ، مش هو ده السؤال. لو عاوز زي ما بقول، لو عاوز اجاوب اسئله اخد ربع المده، انا عاوزك تبقى فاهم. القاعده الرابعه، انت حقيقه الامر، وبقولها دي للزملاء بقى، اللي باللون الاحمر ده الفيكتور، وضع التو الكترودز هنتفق عليه بعد شويه نسميه ليد. يعني ما هو الليد؟ هو البوزيشن بتاع التو الكترودز. يعني اديك مثال، مثلا في ليد 1 انا عندي جافرومتر عن تو الكترودز، بحط واحد على الرايت ارم والتاني على الليفت ارم، واحد على الرايت وواحد على الليفت، فيبقى ده يسموه ليد 1. يبقى الليد هو البوزيشن بتاع التو الكترودز. طيب يبقى لما ارجع للرسمه، يبقى ادي ليد 1 اهو، الكترود على الليفت ارم، الكترود على الرايت ارم. طبعا احنا حريصنا ان اللي على الليفت يبقى هو البوزيتيف، عشان احنا عايزين الكهرباء لفوق. حقيقة الأمر إحنا ما بنسجلش الفيكتور، إحنا بنسجل، اسمع دي حلوة قوي للزملاء أساسا، بنسجل اللي وصلنا من الفيكتور عند الليد، يعني مش الفيكتور نفسه. إمتى كنت تسجل الفيكتور؟ بص لي، لو كنت حاطط إلكترود على أوله وإلكترود على آخره كده تسجل الفيكتور. بس طبعا ده معناها، فكر معايا بذكاء، إحنا عندنا أربعة فيكتور بس للديبولاريزيشن، وكل واحد ليه اتجاه، مش معقول امسك السلكتين التو الكترودز واقعد اجري ورا كل فيكتور، احط واحد في اول واحد في اخره، انا مثبت وضع الالكترودز وانا هسجل اللي وصلني من الفيكتور عند الليد. يعني هقولها للزملاء، محدش هيسالك، نحن لا نسجل الفيكتور، انما بنسجل الكومبوننت اوف ذا فيكتور ات ذا ليد، اي بالعربي ما يصلنا من الفيكتور عند الليد. انا فاكر لما كنا في ثانوي علمونا تحليل القوى، وقد قاعده سهله قوي، قال لك لو عاوز تحلل اي قوه وهي الفيكتور في اتجاه معين، كل ما هو عليك انك تسقط عمودين. يبقى ده مركبه القوه دي عند هذا الاتجاه. طيب وعليه الطالب ذكي، بص بقى الرول جايه اهي. يبقى احسن تسجيل للفيكتور لما يبقى الليد موازي ليه. شوف الليد اهو، ادي الالكترود ده والالكترود ده، الليد اللي هو البوزيشن بتاعت الالكترودز موازي للفيكتور، لانك لما تسقط عمودين هيبقى المركبه بتاعه الفيكتور هي نفسها الفيكتور. انما الطالب اذكى هيفهمني، انما لو كان الفيكتور
متعامد على الليد. تعالى القوه دي بقى متعامد على الليد اهو، ادي الكترود هنا والكترود هنا، ادي ده الليد اهو اللي هو البوزيشن بتاع التو الكترودز، متعامد على الفيكتور، وهسقط عمودين يبقى المحصله هتبقى ايه؟ صفر. يبقى تعالى نحط بقى الرول الرابعه، ودي بتفسر لنا حاجه جميله قوي. ليه مع ان الكهرباء ثابته في القلب اتجاهات الفيكتور الاربعه بتوع الديبولاريزيشن، الواحد بتاع الايتر والثلاثه بتوع الفنتركل ثابته، ليه الرسومات بتختلف من ليد الى اخر؟ ليه مش شكلهم في كل ليد زي بعض؟ اديك فهمت. كلما اقتربنا من التوازي كان التسجيل افضل ما يمكن، احسن وضع الباراليل. وكلما اقتربنا من التعامد، لو جه الكهرباء متعامده على الليد على التو الكترودز الخط الوصل بينهم، ده اسوء حاجه. والمستمع ان يتخيل ما بينهما، لما نبقى اقرب للتوازي التسجيل يبقى احسن، اقرب للتعامد التسجيل يبقى وحش. التعامد نفسه ما تسجلش، يعني تصور في فيكتور مش هتتسجل في بعض الليدز. ليه؟ لانها جت متعامده على الليد، وهتتسجل رائعه في ليدز اخرى لانها جت موازيه ليها. انا عارف دي الحته الصعبه يا ولاد في الاي سي جي، مش كله هيمشي كده، لان طبعا القواعد الهندسيه بتبقى اصعب قليلا. انما تعالى انتوا ذكروني، ما بحبش اعيد كتير بس عشان تقدر تكمل معايا كده بثقه. تعالى نقول الاربعه رولز فقط اللي بيحكموا التسجيل. انت قول معايا، قوه التسجيل الفولتج يتناسب مع ايه؟ مع حجم النسيج، الماس اوف ذا تيشو، مش كده؟ يبقى قلنا قوه التسجيل يتناسب مع الماس اوف ذا تيشو اهي، يبقى الفولتج يتناسب مع الماس. فهمنا دي؟ لما تفهمها قول لي ادخل على اللي بعدها. فهمناها. طب مده الويف تتناسب مع ايه؟ عكسيا مع السرعه. لو الويف ماشيه بسرعه هتاخد مده اقل، يبقى الديوريشن از انفيرسلي بروبورشن تو ذا فيلوسيتي اوف كوندكشن. يبقى اول تو رولز في الاربعه يا اولاد سهلين جدا، القوه تتناسب مع الماس والمده تتناسب عكسيا مع السرعه، كلام بتاع اطفال. الثالثه والرابعه اللي صعبين قليلا، البولاريتي، يعني الويف تترسم لفوق بوزيتيف ابورز ديفليكشن ولا لتحت نيجاتيف داونورد ديفليكشن. القاعده سهله جدا، ما تحفظش الاربع قواعد، بتحفظ واحده فيهم. مين المهم، الدي ولا الري؟ الدي بولاريزيشن هو المهم. لما نستقبل الدي بولاريزيشن على البوزيتيف الكترود الويف تطلع بوزيتيف، لما نستقبلها على الباقي بقى تكملهم انت على النيجاتيف يطلع نيجاتيف، ريبولاريزيشن العكس. يبقى لما نستقبل الديبولاريزيشن على البوزيتيف الويف تطلع بوزيتيف. ودي طلعنا منها بقاعده جميله جدا، ان احنا عاوزين الرسومات لفوق. طب واحنا عارفين الاتجاه العام للكهرباء في القلب، الكهرباء بادئه من الاس انود اللي هي فوق وتو ذا رايت وماشيه داونورز اند تو ذا ليفت. يبقى لو عاوز الرسمه تطلع لفوق الكهرباء ماشيه تو ذا ليفت اند داونرز، يبقى لما يبقى الاختيار بين ليفت ورايت، الليفت 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 هو البوزيتيف، بين تو الكترودز واحد فوق واحد تحت، يبقى اللي تحت هو اللي يبقى بوزيتيف. القاعده الرابعه واصعبهم، هل احنا بنسجل محصله الاكشن بوتنشال اللي هي الفيكتور؟ لا. امتى نسجلها؟ قلنا يا اولاد لو انا حطيت الالكترود على اول الفيكتور وعلى اخر الفيكتور. طب ده الالكترود ده بيجري بيتغير، مش اجري انا وراه بالالكترود، انا بثبت وضع الالكترودز واسجل اللي يوصلني منه. اللي بيوصلني من الفيكتور ده سميناه ايه يا اولاد؟ العربي بعربياتنا المركبه بتاعت القوه، وقلنا بتعلمناها ازاي الزملاء مش ليكم. المركبه دي عاوز اي قوه تشوف هتوصل هنا قد ايه، المركبه تسقط عمودين. طب احسن ما يمكن لو كان الليد موازي للفيكتور، واسوأ ما يمكن لو كان متعامد عليه. والمستمع ان يتخيل ما بينهما، كلما اقتربنا من التوازي التسجيل بقى حلو، من التعامد التسجيل بقى وحش. وده فسر لي ليه في ال 12 وضع مختلف بتاع الالكترودز، مع ان كهربة الهارت هي هي،
بتطلع الصور مختلفة. لو كان الديبو الفيكتور موازي تسجل حلو قوي، متعامد تسجلش خالص، ما بينهم اقتربنا من التوازي يبقى حلو، من التعامد يبقى ما فيش. دي كانت الأربعة رولز يا أولاد. نكمل ندخل بقى في المهم. كل دي كانت مقدمة ملهاش دعوة بالامتحان، شوية أسئلة ام اس كيو. نيجي بقى أول سؤال مهم في الاي سي جي اللي هو ريكوردينج الليدز بتاعت الاي سي جي. الأول نقول ما هو تعريف الليد؟ اتفقنا إن أي على فكرة جهاز الإلكتروكارديوجرام ما هو إلا، يلا افتح ودانك أهو، سنسيتيف جالفانومتر. هتقول لك ليه حاجة حتى مضحكة، ساعات لما بنيجي نركب الأسلاك على العيان فالعيان يخاف يقول لك هتكهرب يا دكتور، أقول له بص أنت اللي هتكهرب الجهاز مش الجهاز اللي بيكهربك، الجهاز ده جالفانومتر بيقيس كهربتك أنت، أنت اللي هتكهربه، ما جهاز الإي سي جي إلا جالفانومتر حساس، وأي جالفانومتر عنده 2 إلكترودز. فما هو الليد؟ هو البوزيشن بتاع 2 إلكترودز، كل بوزيشن نسميه باسم معين، وكنتيجة لهذا البوزيشن هنحصل على رسمة معينة نسميها بنفس الاسم. هجيب الاكزامبل عشان تفهم. يعني لو حطيت إلكترود على الرايت آر وإلكترود على الليفت آر، يبقى ده هو بوزيشن واحد على الرايت آر واحد على الليفت آر، ده نسميه ليد 1. يبقى ليد 1 امتى سميه ليد 1؟ لما حط واحد من التو إلكترودز على الرايت واحد من التو إلكترودز على الليفت يسموه ليد 1، والرسمة اللي هتطلع من هذا البوزيشن هكتب عليها ليد 1. يبقى كلمة ليد تطلق على شيئين، البوزيشن بتاع التو إلكترودز والرسمة الناتجة من هذا البوزيشن. يبقى سهلة. طيب هنقسم الليدز بطريقتين. قبل ما نقسمهم تبقى فاهم ان جهاز الاي سي جي بيبقى طالع منه 10 اسلاك. طيب تري كونكت ساي، معلش مفيش طبعا ترنت بسرعه كندا والحاجات دي، انما يعني الحمد لله هوفلي في مصر يبقى الموضوع قد. يبقى طالع من جهاز الاي سي جي 10 اسلاك يا اولاد. ليه؟ مع ان احنا بنقول ان اي جالفانومتر بيقيس كهرباء بين نقطتين. الإجابة سهلة خالص. تخيل لو طالع منه سلكين بس وإحنا بنحطهم في 12 وضع مختلف، يبقى معناها أركبهم في وضع معين وبعدين أفكهم وأحطهم في الوضع الثاني وبعدين أفكهم وأحطهم في الوضع الثالث، ناخد ساعة قبل ما نقيس الإي سي جي. إنما إحنا بنرمي العشر أسلاك على جسم المريض بس، الجهاز افتح ودنك at any given moment كجالفانومتر بيقيس ما بين نقطتين، مفيش جالفانومتر بيقيس. يبقى تاني الجهاز طالع منه 10 اسلاك، 4 بنحطهم على الفور ليمز، 2 على التو ارمز، 2 على التو ليجز. بس خد بالك نقطه لطيفه بدول، انت عارف في الدول اللي يعني بتعتني بالكهرباء اكتر بيبقى في واحد ارضي، ففي الاربع اسلاك بتوع الفور ليمز التو ارمز التو ليجز في واحد ما بيجيبش كهرباء انما ارضي اللي هو بتاع الرايت ليج، يبقى ده جراوند الكترود، ما تنساش دي. وست اسلاك طبعا احنا بنسجل كهربه الهارت اللي هو في التشست، 6 اسلاك على التشست. يبقى عدد الاسلاك اللي طالعه من الجهاز 10 اسلاك، 4 على الفور ليمز و6 على التشست. بس الجهاز، بس الجهاز في اي نقطه. طيب ربنا يسهل. هنقسم الليدز بطريقتين يا ولاد حسب مكان الالكترودز. لو انت بتقيس بين الاربعة الالكترودز اللي على الفور ليمز هنسمي ده ليمب ليدز، ودول عددهم 6 هنقولهم حالا دلوقتي. لو انت بتقيس اساسا في الالكترودز الستة اللي على التشست هنسمي ده تشست ليدز، ودول 6 كمان. يبقى لو بتقيس ما بين الاسلاك بتاعت الليمز يبقى ده ليمب ليدز، يبقى بتقيس ما بين الاسلاك بتاعت التشست تشست ليدز. يبقى حسب السايت بتاع الالكترودز، انت بتقيس ما بين الالكترودز اللي على الليمز يبقى ده ليمب ليد، اللي على التشست يبقى ده تشست ليدز.
طب النقطة التانية ودي الأصعب شوية، ركز معايا فيها، حسب الـ type of electrode مش الـ site بقى الـ type. وخد بالك بقى دي نقطة جميلة قوي قوي، لو الـ two electrodes عندهم كهرباء نسميهم exploring، بيكسبلور يعني بيكتشفوا كهرباء، نسمي ده bipolar lead، bipolar lead. لكن لو الكترود منهم عنده كهرباء يبقى نسميه exploring، والتاني الكهرباء عنده صفر يعني مش فارقة نسميه indifferent. يبقى حقيقة الأمر انت بتقيس عند واحد بس. واحد يقول لي فاهمني ازاي بقيس عند واحد بس؟ يا أخي أديك المثال اهو، لو الاكسبلورينج الكهرباء عنده 60 والتاني صفر يبقى فرق الجهد كام؟ 60. لو الاكسبلورينج الكهرباء عنده 80 والتاني اللي هو الانديفرنت اللي ما عندوش حاجة صفر يبقى فرق الجهد كام؟ 80. يبقى حقيقة الأمر انت بتقيس فرق جهد من تو الكترودز بس، حيث ان واحد منهم صفر يبقى انت اكشلي بتقيس الالكترود اللي عنده كهرباء اللي هو الاكسبلورينج، فعشان كده يسموها يوني بولار ليد. والاذكياء فقط، فاكر في النيرف احنا كنا بنحرص ان نقيس الكهرباء عند نقطه واحده، واحنا في الهارت مضطرين نحط التو الكترودز بره على الجلد، فقلنا عشان كده هو باي فيزيك اكشن بوتنشال. اه بس لو خلينا الكترود من الاثنين اللي على الجلد بره، واحد عنده صفر indifferent والتاني بس اللي عنده كهرباء exploring، يبقى حقيقة الأمر انت بتقيس فرق جهد اه بس انت بتقيس الاكسبلورينج بس، حيث ان التاني صفر، لان 60 وصفر يبقى البوتنشال ديفرنس 60، 90 وصفر يبقى البوتنشال ديفرنس 90، يبقى انت بتقيس عند واحد بس يبقى يوني بولر. وقلت هي دي الطريقة اللي تحايلنا بيها على الباي على الشر ليد اللي هنصم 9 منهم 9 يوني بولر، يعني الكترود صفر والكترود بس اكسبلورينج اللي هو اللي عنده كهرباء، يبقى انت كانك بتقيس عند نقطه واحده، وثلاثه في ال12 التو الكترودز اكسبلورينج فسميناهم باي بولر ليد. تاني بقى ده السؤال النظري هيجي لك ريكوردينج اي سي جي، ما هو الليد؟ هو البوزيشن اوف ذا تو الكترودز او الرسم الناتجه من هذا البوزيشن الاكشوال ريكوردينج، يبقى هو البوزيشن او الاكشوال ريكوردينج. طيب قلنا في كام سلك طالع، دي مش مهمه قوي، 10 اسلاك، 4 على الفور ليمز فيهم الرايت ليج بيبقى ارضي وسته موجودين على التشيست. بس خد بالك هم 10 اسلاك بس انت بتقيس 12 قياس بين 12 نقطه بالتباديل والتوافيق، ما يطلعوش 10 لان انت لو ما كانش في تبديل وتوافيق 10 ما بين اثنين كانوا طلعوا 5. عشان تفكر هم 10 اسلاك، لو انت بتاخد كل سلكين ما بتكررهمش كان يبقى عدد الليدز 5، لكن هم عددهم 12 ان احنا عندنا تبديل وتوافيق. حسب انت بتقيس بين انهي اسلاك السايت اوف ذا الكترودز، لو بتقيس بين اسلاك الليمز يبقى ليمب ليد، اسلاك التشيست يبقى تشيست ليدز. دي التقسيمه السهله حسب السايت. التقسيمه الاصعب حسب التايب اوف الكترود، لو التو الكترودز عندهم كهرباء هما الاثنين بيكسبلور كهرباء، تو اكسبلورينج تو تو تو، يبقى نسميها باي بولر باي بولر ليد. لو وده ثلاثة بس من 12 قياس، لكن لو واحد عنده كهرباء اكسبلورينج والتاني صفر انديفرنت، يبقى حقيقة الأمر أنت بتقيس عند واحد بس، لأن الفرق بين أي حاجة وصفر هي قيمتها نفسها، يبقى ده يوني بولر ليد. تمام؟ تيجي بقى نتعلم ال 12 ليدز يا ولاد. والاول بقول عيب يا اولاد، الكلام ده النيرسز بره عارفاه كويس قوي، فعيب خالص خالص ان احنا نبقى اطباء. وقلت الاي سي جي ده لا يمكن في اي امتحان في الدنيا معادله مش هتمتحن فيه، ده مش بتاع الناس اللي هم اخصائيين قلب كارديولوجيست، لا ده اي دكتور في العالم لازم يبقى عنده فكره عن الاي سي جي، الحكيمات عارفين اللي بقوله ده. تيجي بقى نقيس ازاي؟ قلت القصة بدأها الراجل اللي اسمه انتوفنز، توفنز ده هو اللي عمل الاي سي جي. فأنا بتخيل آتي، وتخيل معايا عشان تبقى قصة، انتوفن قعد أمام جسم الإنسان اللي هي الرسمة اللي قصادك دي وتساءل يعني أحط الإلكترودز فين؟
يعني عندي الالكترودز اقيس بين اي نقط. فهذا ذهنه الحاجة لطيفة جدا، ان مركز القلب يبعد ابعاد متساوية من ثلاث نقاط، التو شولدرز اهم، والارتقاء العاني اللي هو السيمتس بيوبس. حتى المثلث اللي بيجمع الثلاث نقط ده سمي باسمه انتوفنز تريانجل. يبقى قال بدل ما ابتدي بنقط ملهاش معنى ملهاش طعم، الثلاث نقط دول لزاز قوي. ليه؟ لان مركز القلب يبعد عنهم ابعاد متساويه، عن التو شولدر والسيمتس بيوبس. فلو قست ما بين الرايت شولدر والليفت شولدر يبقى ده ليد 1، ما بين الرايت شولدر والسيمتس بيوبس يبقى ده ليد 2، ما بين الليفت ارم والسيمتس بيوبس يبقى ده ليد 3. فانا بتخيل برضو، خليها قصه تخيليه على فكره ما حصلتش، ان جه واحد قال لي انتوفنز يا انتوفنز، انت صحيح هتحط الاسلاك على التو شولدر والسيمفيس بيوبس؟ قال له اه. قال له بس ده يستلزم العيان يبقى نيكد مالت، يعني اكسبوز الشولدر والسيمفيس بيوبس، والعيانين ما بيحبوش يقلعوا. فايه رايك بدل ما نحط الالكترود على الرايت شولدر نحطه على الرايت ار، والليفت شولدر نحطه على الليفت ار، وبتاع السيمفيس بيوبس بالكاستم بالعادة هنحطه على الليفت ليج بالعادة. واحنا قلنا بتاع الرايت ليج ده ايه؟ ده مش داخل في الحسبة لان ده ارضي. طب واحد قاله بس مش ده يغير الاساس يا انتوفن الجميل، ان مركز القلب بيبعد ابعاد متساوية من الثلاث نقط دول؟ لا ما غيرش. قلنا له ليه؟ قال بص، الجلفانومتر تخيل اهو، هنا في الجلفانومتر، الالكترود ده عباره عن ايه؟ عباره عن سلك اهو، اللي انا اتصور ان انا برسم سلك دلوقتي بالليزر. اعتبر يا اخي الليمب ده بقيه السلك بتاع الجلفانومتر، يعني ده السلك بتاع الجلفانومتر، اعتبر الليمب ده بقيه السلك. فانت حاطط على الليفت ارم كانك اكشلي بتقيس عند الليفت شولدر. الارم الليفت ارم والرايت ارم والليفت ليج بيشتغلوا ككوندكتور، كمالة السلك اللي طالع من جهاز الجلفانومتر، هم سلك. فعشان كده العالم كله ما بيحطش النهاردة على الليفت شولدر والرايت شولدر والارتقاء العاني اللي هو السيمفيس بيوبس، اللي هم التلات نقاط الأساسية اللي بيبعد عنهم مركز الهارت أبعاد متساوية، ويسموه المثلث بتاعه انتوفنز تراينجل. فبقوا يحطوا على الليفت آر والرايت آر والليفت ليج. وانت فاكر الرايت ليج ده انساه، ده أرضي. طب واحد يقول لي انت حافظهم ازاي ان ده يبقى ليد 1 وده ليد 2 وده ليد 3؟ انا هقولها لك بطريقه لطيفه قصص، وانتوا بتحفظوا القصص احسن اي حاجه، وفي الاخر هنلعب افلام كده بطريقه صغيره عشان تطلع حافظهم صم. ها فاضل لنا حته صغيره عليها، صلي من فضل. بص معايا، احنا بنقول الاتي. راجل اسمه تشارلز ديكنز، ده يعني مؤلف انجليزي، كان كتب حاجه عجبتني قوي وهستغلها في القصه دي. قال ان الحيوانات الاربع اطراف بتاعتها اسمها الاورجانز اوف بروبالشن بتجري بيها، انها في الانسان طلع اذكى من الحيوانات، انه بيجري باتنين بس اللي هو رجليه، واختزل اتنين اللي هم ايديه ما بيجريش بيهم، بيعمل بيهم مانيبيوليشن، يصنع بيهم حاجات. فيبقى في الانسان في اتنين بس اورجانز اوف بروبالشن للعدو، واتنين للتعامل اليدوي مانيبيوليشن. فصنع الانسان الحضاره بايديه. من القصه دي تخلص ان مين اهم، ايدين ولا رجلين؟ ايه رايك انت مين اهم من القصه اللي انا حكيتها دي؟ واحد يقول لي طبعا الايدين. يبقى اوعى تنساها. يبقى لما اقيس ما بين التو ارمز الليفت ارم والرايت ارم يبقى ده ليد 1. اوعى تنساها، الايدين دي اهم حاجه، دي الاورجانز اوف مانيبيوليشن اللي صنعنا بيها الحضاره، يبقى ده ليد 1. وانت بقى تساعدني، في البايبولار ليم ليدز لازم بيبقى الكترود على بوزيتيف والكترود نيجاتيف، نحط مين في ليد 1 بوزيتيف ومين نيجاتيف؟ انا قلت الكهرباء في الهارت بادئه من الاس نوت وماشيه تو ذا ليفت اند داونز،
فلما يبقى الاختيار بين رايت وليفت يبقى الليفت هو البوزيتيف والرايت هو النيجاتيف. ده سؤال ام اس كيو. يبقى ليد وان ما بين التو اربس والليفت. الليفت الليفت هو البوزيتيف لان احنا عاوزين الكهرباء الرسومات تطلع لفوق، فعاوزين نستقبل الديبولاريزيشن على البوزيتيف، والكهرباء عموما رايحه تو ذا ليفت، يبقى الليفت هو البوزيتيف. طب هاخد ايد مع رجل، ابتدي بانهي ايد؟ عندي الايد اليمين والايد الشمال، مين اهم في الحياه؟ الايد اليمين. فما اخد الايد اليمين مع الرجل الشمال تبقى ده دي تو. حتى الواحد لما يثني على واحد يقول له انت دراعي اليمين، يبقى ليد تو ما بين الرايت ارم والليفت ليج. والليفت ليج الكهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داونز، يبقى نخلي مين البوزيتيف، الرايت ارم ولا الليفت ليج؟ الليفت ليج هي البوزيتيف. ده سؤال ام اس كيو. طب ثالث حاجه بقى، بادئ فاضل الليفت مع الليفت، الليفت مع الليفت صح، ده ليد 3. مين فيهم البوزيتيف؟ الكهرباء رايحه تو ذا ليفت، هما الاثنين ليفت بس داونز، يبقى الليفت ليج هي البوزيتيف والليفت ارم تبقى هي النيجاتيف. يبقى سهله. دول اول ثلاثه ليدز عملهم انتوفنز ويسموهم ستاندر باي بولر ليم ليدز. خد بالك الاذكياء، في كل ليد لازم تقول لنا هل هو باي بولر ولا يوني بولر، وهل هو ليم ولا تشيست ليدز. اظن انا هنا بقيس ما بين الايدين والرجلين، يبقى ده ليم ليدز او رحله سهله. طيب هنا في كهرباء وهنا في كهرباء، هنا في كهرباء وهنا في كهرباء، يبقى باي بولر ليم ليدز. لان ده سؤال ام اس كيو، باي بولر ليم ليدز. طب قولوهم انتوا بقى. ليد 1 انا عندي الايد اليمين والايد الشمال والرجل الشمال، ليه؟ لان الرجل اليمين قلنا دي ارضي، ارضي مش داخله في الحساب، السلك بتاعها ارضي بيبقى لونه اسود حتى. اقول لكم حاجه لطيفه، الاسلاك اتفقوا على تلوينها عشان ما تفكرش في العشر اسلاك فين تحطه فين. فمثلا هدي مثال واحد، انه اللي بتحطه على الرايت ار بيبقى لونه ريد. عارف ليه؟ لان كلمه رايت وريد بيبتدوا بنفس الحرف ار. خلاص ما علينا، مش هي دي المهمه، هتعرفها بالتمرين. انت قول لي بقى الستاندرد ليم ليدز باي بولر ليم ليدز، يبقى ليها اسمين، ستاندرد والاول ثلاثه او باي بولر ليم ليدز، ما بين رايت ارم ليفت ارم ليفت ليج. تبتدي بمين؟ ليد 1 عندك التين ورجل الشمال، تبتدي بمين؟ مين اهم للتين؟ ليد 1. طب تخلي مين فيهم البوزيتيف؟ الكهرباء راح تو ذا رايت اند تو ذا ليفت اند داونز، يبقى الليفت هي البوزيتيف. طب تاني ليد تاخد انهي ايد مع الرجل الشمال؟ انهي ايد اهم؟ اخد الرايت ارم مع الليفت ليج، ومين فيهم البوزيتيف؟ الليفت ليج. طب ليد 3 ما بين الليفت والليفت، ومين فيهم البوزيتيف؟ الليفت ليج. خلصنا ثلاثة. حلو خالص. كمل. ناخد التسعة اللي فاضلين بقى، اللي هم اليوني بولر. يوني بولر ليدز. قلنا دي بقى الحل، ان احنا مش عارفين نقيس في نقطة واحدة. لان لازم التو الكترونز يبقوا بره، فاحنا بنخلي واحد صفر والتاني بس هو اللي عنده كهرباء، واحد بس اكسبلورينج، يبقى يوني بولر. يبقى تحايلنا على حكايه ان احنا مش عارفين نقيس مونوفيزك زي النيرد، مش عارفين نحط الكترون بره والكترون جوه، لازم الاثنين يبقوا بره. طب خلي واحد فيه كهرباء والتاني صفر، يبقى الفرق هو قيمه واحد، يبقى كانك بتقيس في نقطه واحده. ده اليوني بولر ليدز. ازاي عملناها؟ ازاي؟ دور لي بقى كده معايا، فتش في الجسم على نقطه كهرباء فيها صفر. دورت كويس؟ طالب قال لي ما لقيتش، ما فيش ولا نقطة في الجسم الكهرباء عندها صفر. النقطة دي اخترعها انتوفنز، انتوفنز انفنتد النقطة دي. لا انتوفن حاجة جميلة قوي، إن لو وصل الجهاز اللي بيوصل، مش هو، احنا قلنا الجهاز معقد وبآلاف الجنيهات، عشان هو أنت مجرد في عجلة كده تحركها هي تديك اللي انت عاوزه. لو الجهاز وصل الثلاث اسلاك بتوع الليفت ارم والرايت ارم والليفت ليج ببعض، الثلاث اسلاك دول بنقطه، النقطه دي هيبقى الكهرباء عندها صفر، اللي هي يبقى هو ده الانديفرنت الكترود. يبقى بعد كده الجلجلومتر اهو لو اتصل
وان الكترود من الاثنين بتوعه، الجهاز اللي وصله، الجهاز اللي بيعمل الكلام ده، وصل الكترود من التو الكترود بتوع الجالفانومتر بمحص بالتلات اسلاك بتوع الرايت ارم والليفت ارم والليفت ليج، هتبقى دي صفر. وبالتالي يبقى نقطه واحده بس اللي عندها كهرباء، يبقى واحد اكسبلورنج واحد انديفرنت، يبقى تملي فرق الجهد هو قيمه الاكسبلورنج. طالب قال لي يعني ازاي لما نوصلهم التلاته ببعض يبقى الكهرباء صفر؟ الكلام ده للزملاء مش ليكم. دي لان اثباتها ما بياخدش وقت، فهقولها لك بسرعه، حتى انا مش راسمها، هضطر ارسمها دلوقتي كده في عجله واثبتها لك. ليه؟ هي قانون هندسي بنشرحه في كليه الهندسه اسمه انتوفنز لو. خد بالك دي للهزار، محدش هيسالك فيه، محدش هيسالك في الكلام ده خالص. دلوقتي احنا قلنا القلب في مركز المثلث ده، لو وصلت اي ثلاث اسلاك يبعدوا عن مصدر كهربائي واحد، بيبعدوا ابعاد متساويه عن مصدر كهربائي، لازم النقطه دي يبقى صفر. ليه؟ تعال نشوف، سهله قوي، هتاخد ثانيه عشان نحسبها. ثانيه بس، انا اسف ان انا يعني كان المفروض اوضح، خلاص انا وضحتها يا فندم. تاني، انتوفنز لو بيقول ايه في هندسه بنتسلى للزملاء مش ليكم، لو انت خدت اي ثلاث نقط يبعدوا عن مصدر كهربائي ابعاد متساويه وصلتهم بنقطه، لازم الكهرباء تبقى عندهم صفر. دي اسمها انتوفنز لو في كليه هندسه، هثبتها لك تاخد ثانيه عشان نثبتها. ده تعالى انمر الاسلاك. طيب ثانية واحدة بس، غياب الورق المقوى ده، معلش بشتغل في ظروف الضغط ودرجة الحرارة اهو. سلك واحد واثنين بيقيسوا فرق الجهد ما بين R و L، يبقى هي تحت R ناقص ال. طيب وسلك 2 و3 بس يمشي في اتجاه واحد، بيقيسوا فرق جهد 2 و3 بين ال واف، يبقى ال ناقص اف. وسلك 3 و1 بيقيسوا فرق الجهد ما بين اف وار تاني، يبقى 1 و2 بيقيسوا ار ناقص ال، 2 و3 ال ناقص اف، 3 و1 اف ناقص ار. التلات توصيلات دول مجموعين في نقطة، يبقى نجمع التلات توصيلات دول اهو، التوصيلة دي والتوصيلة دي والتوصيلة دي مجموعين. افتح الأقواس، تخيل ان فتحنا الأقواس، يبقى هنا R هتضيع مع ناقص R، في R مع ناقص R، و L بوزيتيف هتضيع مع ناقص L نيجاتيف، وناقص F مع زائد F هتضيعوا مع بعض، يبقى النتيجة هتبقى كام يا ولاد؟ صفر. انتوفنز لو، فاهم؟ يبقى لا يوجد في الجسم نقطة الكهرباء عندها صفر، النقطة دي انتوفنز خلى الجلفانومتر يعملها. ازاي؟ قال له يا جلفانومتر لما نيجي نقيس اليونيبولر نيمليت، لما تحرك العجلة بتاعت الجلفانومتر على نقطة معانا، وصل لي الار والال والاف بنقطة، لازم الكهرباء تبقى عندها صفر. انتوفنز لو في كلية هندسة، اي ثلاث نقط ملهاش دعوه بالاي سي جي يبعدوا ابعاد متساويه عن مصدر كهربائي اللي هو في حياتنا القلب، لازم محصلتهم تبقى صفر، لان السلك الاول والثاني بيقيسوا ار ناقص ال، والثاني والثالث ال ناقص اف، والثالث والاول اف ناقص ار. الثلاث توصيلات مجموعين في نقطه بلس بلس مجموعين، افتح الاقواس تلاقي النتيجه صفر. ده فين النقطه اللي الكهرباء عندها صفر؟ في نقطتين برضه عاوزين نفهم اي سي جي مظبوط، لانك لو ما فهمتوش مع العبد الله عمرك ما انت فاهمه باختصار شديد. بس الظروف صعبه شويه. طيب يبقى لما الجلفانومتر اللي هو تملي بيقيس ما بين نقطتين تبقى نقطه منهم متصله بمحصله الثلاثه هتبقى صفر، والنقطه الثانيه هي الاكسبلورينج. النقطه اللي صفر دي
بتبقى جوه الجهاز متصله بريزيستنس 5000 اوم. ليه؟ برضو بقولها للزملاء مش ليكم. انتوفنز لو بيقول لو وصلت ثلاث نقط يبعدوا ابعاد متساويه عن مصدر كهربائي اللي هو في حالتنا الهارت هتبقى النتيجه صفر. هل تتصور في الانسان مركز الهارت في كل الناس بيبعد ابعاد متساويه تماما من الثلاث نقاط؟ لا طبعا مش ممكن. يبقى يعني ممكن يبقى في كهرباء ضعيفه هنا واحنا عاوزينها صفر، فكان لابد من قتلها بريزيستن 5000 اوم، لان القانون ده قانون هندسي يلتزم ان مصدر الكهرباء اللي هو الهارت في حالتنا يبعد ابعاد متساويه بالظبط من ثلاث نقاط، اللي هو صعبه في كل الناس، فغالبا النتيجه مش هتبقى صفر، قريبه حاجه فوق الصفر بحاجه خفيفه، تحت الصفر بحاجه خفيفه. يبقى الحل نحط ريزيستنس. يبقى دلوقتي في كل اليونيبولر ليدز الجالفانومتر بيقيس فرق جهد بين نقطة بيكتشف عندها كهرباء اكسبلورينج ونقطة تانية معروفة في كل اليونيبولر التسعة اللي جايين متصلة بالار والال والاف، فيسموها يونيبولر ليدز، ويرمز لليونيبولر ليد بالحرف في. في في لغة اي سي جي اللي هعلمها لكم سهلة جدا، هنرمز لليونيبولر بالحرف في. ليه بقى؟ واحد يقول لي ده كلمة يونيبولر ما فيهاش حرف الفي، طب ليه بقت في ليد معناها يونيبولر ليد؟ يا اخي فكر، هو عشان يبقى عندك يونيبولر ليد كان لازم توصل الثلاث نقط الار والال والاف دول، ما هو الليفت ارم بيرمز ليها بالال والرايت ارم بالار والليفت ليج بالاف، كان لازم توصلهم بنقطه. طيب الثلاثه دول اهو، بص لي هنا الثلاثه دول اهم هنا وهنا وهنا بيصنعوا رؤوس مثلث شكلها زي حرف الفي، فما يقول لك في ليد يعني افتكر الليد اللي فيه الكترود متصل بالثلاث نقط اللي بيعملوا حرف الايه؟ الفي. عشان كده بقى في ليد معناها يونيبولر، معناها ان في الكترود من الاثنين بتاع الجرافيتر متصل بالثلاث نقط دول يبقى بصفر، ونقطه بس هي اللي عندها كهرباء. تمام يا شباب؟ نكمل. لو حطيت النقطة دي، لو الاكسبلورنج الكترود ده حطيته مرة على ال، شوف لغة الاي سي جي سهلة قوي، يبقى هيقيس فرق الجهد بين ال والنقطة دي اللي هي صفر يسموها في ال، ومرة على الار تبقى في ار، ومرة على الاف يبقى في اف، ويسموا ده يوني بولار لين بليد. اليوني بولار لين بليد ده بطلوه من زمان. ليه؟ لقوا حاجة لذيذة قوي. لو أنا بدل ما أقيس فرق الجهد بين ال والثلاث نقط ال والار والاف، ال قلنا stands for left arm والار for right arm والاف for left leg، خلاص؟ لو انا قست الليفت مش مع الثلاث نقط اللي ال واحد فيهم، لا مع النقطتين اللي فاضلين اللي هم الار والاف كده اهو، يبقى بدل ما اقيس الليفت مع الثلاثه اللي هم صفر هقيس مع الاثنين اللي فاضلين الار والاف، فرق الجهد يبقى أكبر مرة ونص. نفس الشكل ده سيم كونفيجريشن، وفرق الجهد يبقى مرة ونص أكبر، 50% زيادة. أنت عاوز رسومات كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. عشان كده العالم كله بطل التيبيكال يونيبولار ليدز اللي هي بنقيس كل لم التلاتة مع محصلة التلاتة اللي هي صفر. بقينا نقيس كل لم مع التلاتة مع محصلة الاتنين اللي فاضلين. تطلع الرسمه فرق الجهد اكبر مره ونص، وعلى فكره على فكره لها اثبات رياضي، بس لان مش عاوز نقعد الاثبات الاولاني كان خد دقائق، ده هياخد فتره طويله، انما لها اثبات يو كان جوجلت فبلاش فيها. العالم النهارده بقى بيقيس حاجه اسمها اوجمنتد يونيبولار ليم ليدز، بيقيس بالصلي بقى، شوف لغه الاي سي جي جميل قوي. ايه يعني اوجمنتد؟ يعني مقول انها اقوى مره ونص، في ان في الكترود على ثلاثه صفر، بس ده طبعا قلنا الاوجمنتد ما هوش تيبيكال يونيبولر، انت بتقيس مع ثلاث نقط مع النقطتين اللي فاضلين اف، يبقى بقى عندي اي في ار واي في ال واي في اف. في لغه الاي سي جي اي في ار يبقى في الكترود على الار والثاني على الاثنين اللي فاضلين،
اي في ال الكترود على ال والتاني على محصله الاثنين اللي فاضلين، اي في اف يبقى الكترود على الاف والتاني مع محصله الاثنين اللي فاضلين. يبقى كده خلصنا 6 ليدز. تعال بقى نقولهم بطريقه لطيفه عشان ما تتوهش. اي بروميس يو حاجه واحده هتطلع حافظهم صم، ده اي بروميس يو. بص معايا، هاخد اول 3 ليدز من ال 12 اسمهم باي بولر لين بليدز، يعني الاثنين اكسبلورينج. ليد 1 ما بين الرايت ارم والليفت ارم، ليد 2 ما بين الرايت ارم والليفت فوت، ليد 3 ما بين الليفت والليفت. طيب تاني بقى 3 اسمهم مش يونيبولر لين بليدز. لو كانوا يونيبولر كنت هاخد واحد مع محصله الثلاثه، لكن انا باخد واحد مع محصله الاثنين اللي فاضلين. المهم الواحد لوحده ده، لو اليمين يبقى يسموه اي في ار، لو الشمال يبقى اي في ال، لو الرجل مع الاثنين اللي فاضلين الرجل مع الاثنين اللي فاضلين يبقى اي في اف. يبقى سهله، يبقى جربها انت كده. يبقى انت قلنا اي جالرومتر بيقيس بين نقطتين، النقطه اللي سايبه لوحدها هي دي اللي عليها الاكسبلورنج، دي المهمه. لو هي على الار تبقى اي في ار، على ال يبقى اي في ال، على الاف يبقى اي في اف. يبقى بتاخد نقطه دي المهمه كان مفروض مع محصله الثلاثه اللي هي واحده فيهم، بس لا، ولو خدناها مع النقطه الثانيه محصله الاثنين اللي فاضلين بس يبقى رسمه مكبره من النص. طيب ندخل بقى على الاسهل اللي هو يونيبولر تشيست ليدز. هنا بقى اليونيبولر تشيست ليدز يا اولاد دي تيبيكال يونيبولر ليد، يعني الجلفانومتر عنده 2 الكترودز، الكترود منهم هيتصل مع الثلاثه ليمز الار والال والاف، يبقى دي بصفر. والالكترود الثاني هيبقى احد الست اسلاك اللي حاطينهم على التشيست، يعني مره نقول له قيس مع السلك ده يبقى يسموها في 1، وبعدين السلك الثاني اللي حاطينه هنا في 2، السلك الثالث يبقى في 3، الرابع في 4، الخامس في 5، السادس في 6. الحاكمات يا اولاد حافظه مواضع السته اسلاك اللي محطوطين على التشيست. فتعال نفكر، يبقى هما في 6 اسلاك هنحطهم على التشيست على الهارت. في اليوني بولر تشيست ليدز هنقيس ما بين سلك بالسته، هو ده الاكسبلورنج، هو ده المهم. وعشان يبقى يوني بولر السلك الثاني يبقى هو محصله الثلاثه ليمز اللي هو اثبتها انتوب انها صفر. تفتكر نحط معظم الاسلاك على الرايت ولا على الليفت؟ فكر معايا، ولا 3 رايت و3 ليفت؟ ايه رايك انت؟ طالب ذكي قال لي لا طبعا 5 من السته هنحطهم على الليفت، لان الهارت معظمه ناحيه الليفت، الهارت رايح للليفت، فحط 5 من السته على الليفت وواحده بس على الرايت. الحكيمات حافظاه، فانا عاوزك تحفظهم معايا، وعندي طريقه سهله ومستخدم الالوان حلوه قوي. في 1 وفي 2 انت اللي هتركب الاسلاك، على فكره الاسلاك اللي طالعه من الجهاز حضرتك اللي بتحطها. ففي 1 هتحطه في الرايت انتركوستال سبيس اللي هو السبيس ما بين التو ريبز نمره 4 ونمره 5، ده يبقى الفورس انتركوستال سبيس على باراستيرنال جنب الاسترنال. يبقى في 1 موجود في الفورس سبيس رايت، ده الوحيد اللي رايت باراستيرنال. طيب في 2 في الفورس سبيس برضو بس ليفت، يبقى حلو دول يتحفظوا مع بعض. يبقى في 1 وفي 2 واحد الاثنين محطوطين في الفورس سبيس باراستيرنال يعني جنب الاسترنال، واحد رايت بس اللي هو في 1 والثاني ليفت. طيب انزل لفي 4، في 4 هننزل سبيس هنحطه في الفيفث سبيس 100 كلافيكولار لاين في نص الكلافيكل. طب وفي 5 وفي 6 في نفس الهوريزونتال لاين بتاع في 4، يبقى هوريزونتال ايفن وش بي 4، هما الثلاثه يبقوا على لاين واحد، بس ده 100 كلافيكولار وده انتيرو اكزيلري وده 100 اكزيلري. يبقى 100 كلافيكولار انتيرو اكزيلري وبعدين 100 اكزيلري،
طب يبقى في في 3 ما جبناش سيرته. قال لك في 3 ده ما بين في 3 وبي في 4، يبقى غالبا هيجي على الريب اللي بيفصل الفورس سبيس عن الفيفث سبيس. يبقى سهلين جدا. هتحفظهم ازاي يا اولاد؟ في 1 مع في 2 هما الاثنين في الفورس سبيس. هما الاثنين فين؟ في الفورس سبيس، واحد رايت والتاني ليفت باراستيرنال. طيب هنحفظ 4 و5 و6 مع بعض، ننزل سبيس بدل ما يبقى في الفورس هنبقى في الفيفث سبيس ليفت، كلهم ليفت. هنا في الفيف سبيس ليفت والتانيين مش لازم فيف سبيس، هوريزونتال ايفن مع في 4. بعض الناس يقول لك هما اتنين في الفي سي في فيف، على فكره مش شرط. هو اهم واحد ان في 4 يبقى في الفي في الفيف سبيس ليفت، انما في 5 وفي 6 يبقوا مع نفس اللاين مع الهوريزونتال لاين معاهم، وفي 3 ما بين في 2 وفي 5، دول يبقوا ال 12 ليدز. طالب قال لي على فكرة احنا ليتل بيت كونفيوزد، وانت وعدتنا ان ما حدش هيخرج النهاردة غير حافظ المواضع بتاعتهم كويس قوي. الاول عاوز برضو اقول لك حاجة لطيفة نبقى عارفينها مع بعض يا اولاد، ان هرسم رسمة برضو. قلنا ان جهاز الاي سي جي بيبقى طالع منه 10 اسلاك خلاص، وبعدين في عجله بتحطها على تقول عاوز ليد 1، يبقى انت بتؤمر الجهاز فهي تجيب لك اللي انت عاوزه، تحط العجله دي على ليد 2 ليد 3 وهكذا اهي. حتى هوريك الرسم اهو، يعني ده جهاز الاي سي جي طالع منه 10 اسلاك، هترمي 4 على الفور ليمز فيهم الاسود ده على الرايت ليج اللي هو ارضي، وست اسلاك معلش مش هسمهم 10 بالظبط، هترميهم على التشيست في المواضع اللي قلناها واللي هنحفظها مع بعض. وبعدين الجهاز فيه عجله، انت لما تقول للجهاز لما تحط ليد 1 على النقطه دي اللي قصاده تقول له قيس لي ليد 1، يبقى انت امرت الجهاز انه يقيس لك فرق الجهد ما بين السلك اللي على الرايت ار واللي على الليفت ار. ليد 2 يبقى رايت ار وليفت ليج، ليد 3 يبقى ليفت وليفت اند سو اون. فتعال بقى نشوفهم ازاي بنعملهم، وبعدين هنتسابق فيهم مع بعض، نعمل مسابقه صغيره كده جميله وحلوه هتعرفها لكم بطريقه جميله خالص. تاني بصوا معايا يا ولاد، قلنا ان الليد هو البوزيشن اوف ذا تو الكترودز. انا عندي 3 باي بولار ليم ليدز اللي هم الستاندرد ليم ليدز، بيبقى دول التلاتة بس اللي فيهم التو الكترودز اكسبلورينج. فلو حطيت واحد على الرايت ارم والتاني على الليفت ارم يبقى ده ليد 1. واحد هنا قلنا مين فيهم اللي يبقى بوزيتيف، فكر فيه الكهرباء رايحة تو ده ليفت، يبقى ده الليفت ولا البوزيتيف. طب اخد انهي ارم مع الفوت؟ لو خدت الرايت ارم مع الدراع اليمين قلنا الدراع اليمين مع الليفت فوت يبقى ده ليد 2، ومين اللي يبقى بوزيتيف الكهرباء رايحه الفوت يبقى هو البوزيتيف. طب لو خدت الليفت ار مع الليفت فوت هما الاثنين ليفت، مين البوزيتيف الكهرباء رايحه تو ذا ليفت وذا ليفت اند داونز، يبقى الفوت هو اللي بوزيتيف. يبقى اما يبقى باي بولر بيم ليد لازم تقول لنا مين البوزيتيف ومين نيجاتيف، هي دي اللي صعبه. ليد 1 ليد 2 ليد 3. نيجي الاوجمانتد يوني بولر بيم ليدز، في عندي اي في ال اي في ار اي في اف، سهل قوي دقق في الحرف. لو اي في ال يبقى هتحط الاكسبلورنج على الليفت ار، اي في ار يبقى الاكسبلورنج على الرايت ار، اي في اف يبقى الاكسبلورنج على الليفت ليج اللي هي الفوت. طب والتاني على محصله الاثنين اللي فاضلين، يبقى الاكسبلورنج في الاي في ال على ال، في الاي في ار على الار، في الاي في اف على الاف. طب والتاني على الاثنين اللي فاضلين، هنا الار والاف، هنا ال والاف، هنا الار والال. وقلنا الاكسبلورنج يبقى هو البوزيتيف، تملي هنا في واحد بس اكسبلورنج يبقى هو ده البوزيتيف ودول النيجاتيف. طب نيجي اليونيبولر تشيست ليدز، ده بقى تيبيكال يونيبولر، يعني فعلا الانديفرنت صفر لانه محطوط على محصله الثلاثه ليمز الار والال والاف اهم. طب والاكسبلورنج قلنا نحفظهم بطريقه حلوه، في 1 وفي 2 مع بعض تحطهم في الفورس سبيس باراستيرنال، بس واحد رايت والتاني ليفت. طيب في
4 و5 و6 انزل سبيس بدل في الفورس سبيس فيفث سبيس ليفت. ال4 في 100 كلافيكولار و5 في الانتيرو اكزيلري و6 في ال100 اكزيلري وكلهم ان لاين مع في 4. طيب اما في 3 فده ما بين في 2 وفي 4. انا بقول لك طريقه جميله يا ولاد. يبقى الاساس في الانتوفنس ترانجل ثلاث نقط صح، اللي هو الرايت ار والليفت ار والليفت فوت. انت مره بنقيس نقطه مع نقطه، ده البايبولار ليم ليدز، مره نقطه مع الاثنين اللي فاضلين، ده الاوجمنتد بايبولار ليم ليدز، مره ثلاث نقط مع نقطة بس نقطة مش ليم هنا محطوطة على التشيست، ده اليونيبولار تشيست ليدز. تعالوا بقى، كنت تملي بحب نلعبها في المحاضرات أفلام، وتعالوا نلعب الأفلام دي وبصوا معايا قواعد اللعبة. أنا الأول هوريك إزاي بنلعب الأفلام دي، سهلة أوي. لما أنا أشاور لك كده يبقى أنا حاطط على الرايت أرم والليفت أرم، فأنت تقول ليد وان ما بين الدراعين ده ليد وان. طب هاخد دراع مع رجل، لو خدت يبتدي اني دراع الاهم الرايت، الرايت مع الليفت فوت يبقى ده ليد تو. لو عملت كده يبقى الليفت فوت مع الليفت ليج يبقى ده ليد ثري. تاني يبقى اما اعمل كده خد بالك في اي ليد الجالفانومتر بيقيس ما بين كام نقطه؟ ما بين نقطتين عنده تو الكترودز. فلو خدت الاتين الرايت ار مع الليفت ار يبقى ده ليد وان. لو هاخد ايد مع رجل مين الاهم؟ اليمين الرايت ارم مع الليفت فوت تبقى ليد 2، الليفت مع الليفت يبقى ليد 3. ادي اول ثلاثه حفظناها. طب نيجي الاوجمنتد يونيبولار ليمز، لو كان يونيبولار ليمز كنت خدت ليم مع محصله الثلاثه، لكن انا هاخد واحد مع اثنين عشان تبقى مكبره بره ونص، ده اقفل واحد. لو خدت ده مع الاثنين دول ده المهم، يبقى اي في ار ار ده المهم. لو خدت ده مع الاثنين اللي فاضلين يبقى اي في ال، لو خدت ده مع الاثنين اللي فاضلين يبقى اي في اف. يبقى لما اعمل كده انتوا تقولوا ليد 1، لما اعمل كده ليد 2. طيب لما اعمل كده يعني انا واخد التلاته مع بعض يبقى ده صفر. طبعا ما عنديش اربع رجلين فعشان كده كده بقينا ده في، ده بقى اي في، حط مع نقطه على التشيست انت تشوف احط فين بقى. يبقى كده اما اخد تلاته مع بعض يبقى ده تيبيكال يونيبولر، يبقى ده اليونيبولر تشيس ليدز، تلات نقط بصفر مع نقطه على التشيس، ما هو الجالفانومتر بيقيس بين نقطتين. لو حطيت النقطه دي على الرايت سايد ما فيهاش تفكير تبقى دي في 1، حطيتها على الليفت سايد جنب الاسترنوم تبقى ده في 2. خلاص؟ هنزل سبيس بقى في الفيف سبيس، هنا الاشاره مهمه. كده في 100 كلافيكولار يبقى ده في 4، انتيرو اكزيلري يبقى في 5، 100 اكزيلر يبقى في 6. الوحيده اللي مش هعرف العبها اللي هي في 3 ما بين في 2 في 4. يبقى تاني اما اعمل كده يبقى الثلاث نقط مع بعض يبقى ده تيبيكال يونيبولر، دول بصفر مع نقطه على التشيست واحد بس اكسبلوري. كده مع دي تبقى في 1، ليه؟ لان هذه الوحيده ناحيه الرايت، دي وجنب الاسترنوم تبقى في 2، هما اثنين في الفورس سبيس بلا استرنوم، واحده رايت واحده ليفت. طيب 4 و5 و6 هاخدهم واقفل 100 كلافيكولار انتيرو اكزيلري 100 اكزيلري، نمره 4 في الفيف سبيس والاثنين مع الهوريزونتال ايفن معاهم، يبقى في 3 ما بين الاثنين. يبقى ثاني يا اولاد، اي جالفانومتر بيقيس بين كام نقطه؟ نقطتين، عمره ما يقيس بين لا 3 ولا 1. لو خدت نقطه مع نقطه تبقى ده يونيبولار ليم بليدز، خدت ليمب مع تو ليمبس يبقى ده اوجمنتد يونيبولر ليمبليدز، يبقى تاني نقطه مع نقطه يبقى ده بايبولر ليمبليد، تو ليمبس مع بعض يبقى بايبولر ليمبليدز، وهنا واحد الاثنين اكسبلورنج، لازم تقول لي مين فيهم النيجاتيف ومين البوزيتيف، كهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داونرز يبقى كمان الليفت هو البوزيتيف والداونرز هو البوزيتيف، يبقى ده بايبولر ليمبليدز. لو خدت ليمب واحد مع تو ليمبس يبقى ده اوجمنتد يونيبولر ليمبليد، تمام؟ لو خدت التلاته ليمز بصفر مع نقطه على التشيست يبقى ده يونيبولر تشيست ليدز، يبقى انت فاهم الجهاز فين النقط. تاني يا اولاد، ده قولوا بالترتيب، ده ليد 1 للتين
ليد 1. طب مين البوزيتيف؟ كهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داون، يبقى ليفت اور بوزيتيف. طيب رايت ارم مع ليفت فوت يبقى ده ليد 2، كهرباء رايحه تو ذا ليفت اند داون يبقى ده اللي بوزيتيف. الاثنين ليفت يبقى ده ليد 3، بس يعني في واحد بوزيتيف. الاثنين اكسبلور اللي تقول لي مين البوزيتيف، يبقى الليفت فوت هو البوزيتيف. في التسعة اللي جايين اللي هم اليونيبولر الاكسبلورينج هو البوستيف، مش هنسأل السؤال ده. هلعب بالليمز برضو، ليمب مش مع ليمب، ليمب مع الاثنين، نقطة مع الاثنين، النقطة الثانية على الاثنين تانيين، يبقى ده اوجمنتد يونيبولر ليمب ليدز. وقلنا لو كانوا خدوا واحد مع التلاتة كان بقى يونيبولر ليمب ليدز، بس ليه خدوا واحد مع الاثنين؟ عشان مكبرة مرة ونص واحنا عاوزينها كبيرة. النقطة اللي سايبة هي المهمة، لما اعمل كده مع 2 يبقى ده AVR، كده مع 2 AVL، دي مع الاثنين دول AVF. لما اخد الثلاثه دول بقينا صفر، ده 100% الثلاثه مع بعض في صفر انتوبنز لو مع واحده على التشيست. الفورس سبيس ده V1 وV2، الوحيده اللي على الرايت هي V1 واللي على الليفت باراستيرنال V2. 4 5 6 ليفت بس واحده 100 كلافيكول انتيرو اكزيلري 100 اكزيلري تمام، وفي ثلاثة ما بين في 2 وفي 4. مش هقولهم بقى بالترتيب المرة دي، شوف هتقولهم ازاي، انا متخيل انكم بتجاوبوا معايا. يبقى انت يبقى قواعد مسابقة يا اولاد، هتجاوب حاجة من 12 وضف في ذهنك حاجة 12، يا ليد 1 يا ليد 2 يا ليد 3 يا اي في ار يا اي في ال يا اي في اف، ثلاثة وبعدين من V1 ل V6 بس. انا عاوزك بقى بسرعه تختار، نقول لهم اخر مره بالترتيب، ليد 1 ليد 2 ليد 3 وبعدين AVR AVL AVF. خدت الثلاثه معاه هنا يبقى ده V1 V2 بال 100 كلافيكولار يبقى V4، وبعدين انتيرو اكزيلري تبقى V5، 100 اكزيلري تبقى V6. يلا من غير ترتيب بقى يا اولاد، مين اللي عنده مقدره؟ دي مع دي دي 2، طيب 2 مع دي تبقى اي في ار، طيب 3 مع دي الوحيده اللي رايت تبقى في 1 ليد 1 وبعدين اي في ال، 3 مع دي في 6. عاوز بقى اولاد تلعبوها مع بعض خلاص. تاني يبقى عندي كام ليدز؟ عندي 12 ليدز، 3 بس هما اللي باي بولر، الاثنين اكسبلورينج، دي ما بنحبهاش، احنا عاوزين واحد اكسبلورينج والثانيه صفر. ليد 1 ليد 2 ليد 3، بعد ناخد نقطه مع 2 يبقى اي بي ار اي بي ال اي بي اف، وناخد الثلاثه مع نقطه على التشيست تبقى من V1 دي V6. حلوة؟ يبقى سهل. فاضل شوية تعقيبات خفيفة ونقفل كده كفاية علينا النهاردة كده. بصوا معايا دلوقتي، احنا عندنا حاجة اسمها عاوزين نعرف، يعني احنا قلنا قاعدة حلوة ان كل ما كان الكهرباء بتاع الفيكتور محصله الكهرباء موازيه للليد هتتقاس حلو قوي، وتعامد على الليد تتقاس وحش قوي. فعندنا حاجه اسمها اكزل ريفرنس سيستم وهكس، يعني 6 اكزل ريفرنس سيستم، عشان ما نلخبطكوش اهو نشيلها دلوقتي. انا عاوز اشوف يعني ليد 1 وليد 2 وليد 3 ايه احلى اتجاه لفيكتور يقيسوه. بص معايا، ده انتوبنز ترانجل يا اولاد اللي هو ليد 1 ما بين الرايت ارم والليفت ارم، حتى قلنا الليفت هي البوزيتيف، ليد 2 ما بين الرايت ارم والليفت فوت، وقلنا الليفت فوت هي البوزيتيف، ليد 3 ما بين الليفت والليفت ودي البوزيتيف. فقال لك انت حرك التلات اضلاع بتاع الانتوبنز بحيث تجيبهم عند مركز القلب، يعني حرك ليد 1 ليد 2 ليد 3، ده اللي عملته في الرسمه اللي جنبها. فحركت اهو ليد 1 اللون الازرق هنا مع الازرق. قبل ما اقول لك بقى عاوز نتفق على
الدرجات، اعتبر دي منقلة، هنا صفر، دي كده زائد 90 تحت، فوق ناقص 90. هتسألني طبعا هو ليه يعتبره تحت زائد 90 وفوق ناقص 90؟ انت اللي هتجاوبها. احنا لما يبقى الاختيار بين فوق وتحت بنحط البوزيتيف الكترود فين؟ تحت. عشان كده دي صفر، دي زائد 90 ودي ناقص 90، ودي هنا زائد 180. طيب لما انت حركت ليد 1 هنا لحد مركز القلب، يبقى جه عند الزيرو، يبقى اي فيكتور ماشي في هذا الاتجاه يتسجل حلو جدا في ليد 1. طيب حرك ليد 2 اهو باللون الاسود، هحركه كده لحد اجيبه عند مركز القلب، اهو حركته جبته اهو هنا عند مركز القلب. يبقى هنا جه البوزيتيف الكتروب بتاعه، ما احنا قلنا هنا البوزيتيف تحت عند زائد 60. يبقى لو في فيكتور ماشي في هذا الاتجاه هيتسجل حلو قوي في ليد 2. وعلى فكره ليد 2 ده موست تيبيكال ليد، عارف ليه؟ لان معظم الكهرباء في القلب بص اتجاهها ازاي، تو ذا ليفت اند داونز، عشان كده ليد 2 احسن ليد بيتسجل فيه كل الكهرباء، سموه التيبيكال ليد. حرك ليد 3 بقى كده، جيبه عند مركز القلب اهو جه هنا، يبقى هنا 0 زائد 90 زائد 120. يبقى احسن كهرباء تتقاس في ليد 3 اللي هي اتجاه الديبولاريزيشن رايح ل 120، ده اسمه الاكزيال ريفرنس سيستم. يبقى ليد 1 احسن كهرباء قيسها اللي ماشيه هوريزونتال عند 0، ليد 2 احسن كهرباء قيسها اللي رايحه ناحيه زائد 60، ليد 3 احسن كهرباء قيسها اللي رايحه زائد 120. طب سؤال لطيف في الام اس كيو، طب لو كهرباء رايحه عند زائد 30 يبقى هتتسجل ايكوالي في ليد 1 وليد 2 في النص بالظبط، يبقى اللي هنا زاهد ده سؤال. نيجي الهكس، الهكس يعني 6 هكس اجزا ريفرنس سيستم، هنجيب بقى السته ليه ليد نشوف وضعهم. احنا قلنا خلصنا من ليد 1 وليد 2 وليد 3 اللي قلنا 0 وبعدين 60 وبعدين 90. هنحرك بقى الاي في ار والاي في ال والاي في اف. الاي في ار قلنا البوزيتيف الكترود على الرايت ار، وده الوحيد اللي البوزيتيف على الرايت، عشان كده لو كنت فاكر الرسمه كانت بتطلع مقلوبه، وريتها لكم في اول المحاضره اهو. يعني مين الصوره الوحيده اللي بتتشقلب فيها الاي سي جي؟ اللي هي الاي في ار، عشان انت البوزيتيف الكترون بيبقى على الار وكلهم ماشيين كده، فبيطلع الاي سي جي معظمه نيجاتيف لتحت اهو، عكس الليد الثاني الاي في ار. فالاي في ار واي في ال واي في اف اهو، ده مركز القلب. احنا قلنا البوست الكترود على الليفت ار، طب الليفت ار دي موقعها فين يا اولاد؟ تبقى موقعها هنا عند ناقص 30. طب والاي في اف، الاف دي موقعها فين؟ عند زائد 90. طب والاي في ار عند فوق، يبقى ناقص 150، ما هو كده ناقص 90 وكمان شويه يبقى ناقص 150. ايه قيمه السيستمز دي؟ بتقول لك الاتجاه الكهرباء يتسجل احسن في انهي ليد. يبقى في ليد 1 يتسجل زي الفل لو كانت الكهرباء ماشيه هوريزونتال، يعني رايحه في الزاويه 0. ليد 2 لو الكهرباء ماشيه كده يبقى رايحه لزائد 60. ليد 3 يبقى ماشيه كده لزائد 120. اي في اف ل 90 بالظبط، اي في ال لناقص 30، اي في ار لناقص 150. ده الهاكزيال سيستم. حاجتين صغيرين هنقولها ونقفل بكده عشان نبقى خلصنا الريكوردنج، هراجعه بسرعه واقفل. فاضل لي حاجتين صغيرين خالص. احنا التشيسلي، احنا السؤال الاول هو احنا ليه يا اولاد عملنا 12 ليدز؟ يعني ليه حطينا الالكترودز في 12 وضع؟ ليه ما بنحطش الالكترودز في وضع معين ونقيس مره واحده وخلاص؟ انا اقولها بطريقه لطيفه. هو لو انا عاوز اجيب الابنورمالتي في حضرتك، عاوز اصورك واجيب الابنورمالتي فيك، ينفع اصورك من زاويه واحده؟ يعني لو خدتك من وجهك كده
مش هعرف اذا كان في عيب في قفاك. لو خدتك من ناحية اليمين بس مش هعرف لو في ناحية الشمال فيها ديفكت، والعكس بالعكس لو خدتك من فوق مش هعرف اللي في دقنك. فليه احنا بنحط الالكترودز في 12 وضع مختلف حوالين القلب؟ عشان نجيب الابنورماليتي في كل القلب. فمثلا مثال لطيف هنا في من V1 ل V6، من V1 هنا ل V6، قال لك V1 ده كانت ناحية الرايت، فV1 وV2 دول يشوفوا لك كويس قوي الأمراض اللي في الرايت فنتيكل. طب وV5 وV6 اللي هم كانوا عند الأنتيريو أكزيلر وميد أكزيلر الناحية التانية، دول يجيبوا اللاترال بارت اوف ليفت فنتيكل. طب وV3 و4 اللي في النص يجيب لك السيبتوم. يبقى تاني اهو، يعني واحد واثنين يجيبوا الرايت فنتيكل، خمسة وستة يجيبوا الليفت فنتيكل، طب اللي في النص يجيبوا السيبتوم والهارت كده. يبقى دول الرايت اول اثنين، ودول الليفت اخر اثنين، واللي في النص يبقوا السيبتوم. كلام بسيط في الام اس كيو جدا. طيب عيان عنده جلطة في القلب، موتت حتة في القلب، عاوزين نعرف يعني ازاي بيعرفوا اني حتة ماتت في القلب من الليد اللي باين فيه التغيرات. فالاول عاوزين ايه، انا مش عاوز اخبطك فيها، عندي طريقة جميلة خالص. خلينا نخلص الاول من اليونيبولار تشيست ليدز اللي هي من V1 ل V6. خلاص V1 و V2 دول قلنا بيصوروا الفرونت اوف ذا هارت، الهارت من قدام، متخيلهم انت. وفي 5 و 6 اللي هو كانوا ميد اكزيلري وانتيرو اكزيلري، دول بيصوروا اللاترال ليفت بارت اوف ذا هارت، بيفيو يعني بياخدوا الصوره، فيو يعني الصوره اللاترال ليفت بارت. وقلنا اللي في النص في 3 وفي 4 دول بيجيبوا السبت. يبقى تاني اهو نخلص من التشيست ليدز، يبقى في 1 وفي 2 بيجيبوا الفرونت، وفي 5 و 6 بيجيبوا اللاترال، وفي 3 و 4 بيجيبوا السبت. الصعبه بقى في بتوع الليم ليدز، بس هنعملها بطريقه سهله قوي. هرجعك للاكزيال سيستم تاني. لو انت عاوز تصور الهارت، مين من تحت، مين احسن ثلاثه ليدز البوست الالكترود بتاعهم تحت اهم، في 2 عند ناقص 60، وفي 3 عند ناقص 100، اسف عند زائد 60، وهنا عند زائد 120، وعند زائد 90. فيقول لك احسن تصوير الهارت من تحت يبان في ليد 2 و3 والاي في اف. تبقى عارفها اهو، فهمت جت ازاي بالرسمه، تفهمها حلوه قوي قوي. طيب ده فروم بيلو. طب احسن تصوير للليفت سايد اوف ذا هارت، الليفت سايد اهي الناحيه دي، يبقى بالاضافه للفي 5 و6 بالاضافه هتاخد في ليد 1 اهو، ليد 1 والاي في ال. فهمت؟ لو انت مش فاهم الرسمه دي لا يمكن هتعرف تجاوب الام اس كيو. عيان عنده جلطه بوظت الحته اللي تحت في الهارت، هبان في انهي ليدز؟ هبان في الليدز اللي البوزيتيف الكتروب بتاعهم تحت، اللي هم ليد 2 و3 والاي في اف، لان ده عند زائد 60 وده زائد 90 وده زائد 120. فاكر؟ طيب لو انت عاوز تجيب الليفت لاترال سايد، احنا قلنا طبعا في 5 و6 دول في الليفت لاترال سايد، ومعاهم مين؟ مين اللي رايحين للليفت برضه البوست؟ ليد 1 والاي في ال. ادي القصه. يبقى اخلص الاول، شوف انا بعملها بطريقه جميله قوي. الفي 1 في 2 في 3 في 4 انت خلص لهم لوحدهم، دول في 1 وفي 2 زي ما قلتهم لك عليا من قدام، يبقى دول يبينوا الفرونت. في 5 و6 دول كانوا في الاكزيلا، يبقى دول الليفت لاترال سايد، في 3 و4 دول السبتوم. طب من تحت تجيب 2 و3 والاي في اف. طيب الليفت لاترال سايد بالاضافه لفي 5 وفي 6 شفنا ليد 1 والاي في ال. اخر سطرين بقى ونعمل مراجعه سريعه. ايه اهميه الليم ليدز؟ الليم ليدز بيقيسوا في انهي بلين الهارت؟ في الفرونتال بلين. طب والتشيست ليدز في الهوريزونتال؟ طيب قال لي فاهمني. سهل. الليم ليدز ما بين الفور ليمز، لو انا لطعت نفسي كده على الحيطه الفور ليمز كده بالظبط اهو كده، الفور ليمز على الحائط كده، مين البلين اللي هياخده معايا؟ الفرونتال بلين. يبقى كان الليم ليدز بيقيسوا الهارت في الفرونتال بلين. لكن لو انا خدت من في 1 لفي 6، مين البلين اللي بياخدهم هو السته؟ الهوريزونتال بلين. لو مش فاهم مش هتجاوب ولا سؤال في الام اس كيو.
يبقى الليم ليدز بيقيسوا الكهرباء في انهي بلين اهم، ادي الفور ليمز اهم، الاربعه ليمز الايدين والرجلين، مين المسطح اللي بيجمعهم؟ الفرونتال بلين. طب مين المسطح اللي بيجمع دول؟ هوريزونتال بلين، التشيست ليدز. كده يا ولاد ابقى خلصت، وعاوز بس يعني في خمس دقايق كده مراجعه سريعه للليدز، الليدز بس اللي هو السؤال اللي هو من اهم الاسئله عندنا. الليدز تاني، ما هو الليد؟ لما يجي لك سؤال هتقول الليد هو البوزيشن بتاع التو الكترودز. احنا قلنا اي جالفانومتر يا اولاد بيقيس ما بين تو الكترودز، ما بيقيس ما بين واحد ولا ثلاثه، يبقى الليد هو البوزيشن بتاع تو الكترودز. والرسمه الناتجه لما فاقول لما اقول انا حاطط الكترود على الرايت ار والالكترود على الليفت ار، مش الظروف كلها صعبة، اهو هنبتدي من الليد تاني بقى، راجع معايا نجمع روحنا. ما هو تعريف الليد؟ قلنا ان ما هو الاول الالكترو كارديوجرام رسام، ما هو الا سنسيتيف جالفانومتر، واي جالفانومتر بيقيس ما بين نقطتين، بس احنا ما بنقيس مره واحده، بنقيس في 12 وضع. فللتسهيل من الاول رمينا الاسلاك بتوعنا على جسم العيان وبعدين اخترنا هناخد ما بين ايه وايه. فعندي اربع اسلاك رميتهم على الفور ليمز، واحد على الرايت ار، واحد على الليفت ار، واحد على الليفت ليج، والاسود قلنا حتى على الرايت ليج اللي هو ارضي، ده الوحيد اللي مش شغال. وعلى فكره شويه نقاط صغيره برضو احب اقولها للزملاء لان هم ما بيلاقوش في دي قوي. ما بنحطش الالكترودز لا على بوني بروميننس لانها مش هتجيب بكهرباء، ولا على تاني يا ولاد عشان تقولوا الدكتور ناجي علمنا صح، لا تحط على بوني بروميننس على بون ولا على تيك ماسل، الماسل لها كهرباء يا ولاد. فمثلا على الليمس، على الليمس الابر ليمس تحط الالكترودز هنا، تحطهمش على بوني بروميننس. طب بتوع الليج مع ان واحد فيهم اسمه الفوت بنحطه على الميديال سايد تحت لما تخلص كاب ماسل تحطه هنا، لا على الميديان ايمننس ولا على الحته التخينه في الماسل هنا، ولا على الميديان ايمننس تحطها هنا. وخد بالك لو حطيت بتاع الليفت هنا تحط الرايت مكانه بالظبط بتاع الليفت، هنا زي هنا، ده لازم التو ابر ليمز تحط بالظبط في نفس الحته اللي اخترتها على الرايت ارم تختار زيها على الليفت ارم، اللي هي لا اوبوزيت بوني بروميننس ولا على تيك ماسل. وهنا نفس الكيل على الميديال سايد تحت الكاف ماسل فوق الميديال ايمنس، يبقى الناحيه الثانيه بالظبط تبقى عارفها. طيب ثاني بقى الاجابه النموذجيه، قال لك الريكوردنج، ما هو الليد؟ هو البوزيشن بتاع التو الكترودز، اي بوزيشن. يبقى لما اقول ليد 1 يعني ما بين ده وده، ادي البوزيشن، والرسمه الناتجه هيسميها ليد. يبقى كلمه ليد تطلق على شيئين، على البوزيشن وعلى الاكشوال ريكوردنج. ادي اول نقطه. طب في كام ليدز، كام زاويه هنصور منهم؟ 10 اسلاك بس بناخد ما بين سلكين، فبناخد كام زاويه بالتبليل والتوفيق؟ 12. خلاص احنا قلنا بالاول اللي عندنا 10 الكترودز، 4 على الليمز فيهم بتاع الرايت ليج ده جراوندنج، و6 على التشيست. هنقسم الليدز حسب السايت، انت بتقيس ما بين الاسلاك اللي على الليم تبقى ده ليم بليدز، ما بين الاسلاك اللي على التشيست يبقى ده تشيست ليد. دي تقسيمها سهل حسب نوع الالكترود. لو التو الكترودز عندهم كهرباء يبقى هنا كهرباء وهنا كهرباء، تقول باي بولار ليد، وده مش موجود غير في ثلاثة بس اللي هم باي بولار ليم بليدز، ليد 1 و2 و3. لما يبقوا الاثنين اكسبلورنج لازم تقول لنا مين البوزيتيف ومين النيجاتيف. قلنا تملي البوزيتيف هيبقى اللي هو تو ذا ليفت اور داونوردز، لان احنا كان نفسنا نقيس عند نقطه واحده وغصب عننا مضطرين نحط التو الكترودز بره على الجلد بتاع التشيست، فيبقى يعني تحايلنا عليها بطريقه جميله، خلينا واحد اكسبلورنج فيه كهرباء والتاني صفر، فيبقى فرق الجهد هو قيمه واحد بس الاكسبلورنج، لان الانديفرنس صفر فسموها يونيبولار ليد. وسالنا جابوا منين النقطه اللي عندها صفر؟ قلنا مفيش ولا نقطه في جسمك كهرباء عندها صفر، انما انتوفنز اخترعها، قال لما يوصل
بالثلاث اسلاك بتوع الثلاثه ليمز هتبقى في هذه الحاله الكهرباء قيمتها صفر. صح؟ قلنا اللي هي انتوفنز لو، لو كنت فاكرها اهي هوريها لك تاني. يبقى في اليوني بولر ليدز الجالفانومتر ليه تو الكترودز، واحد متصل بالثلاثه ليمز الرايت ارم والليفت ارم والليفت ليج، هنا لازم اسيف. قلت اي ثلاث نقط يبعدوا ابعاد متساويه من مصدر كهربائي في حيطنا والهارت يبقى ده صفر، لان هو مش صفر بالظبط، حطه ريزيستنس اوم 5000 اوم ويبقى تملي النقطه دي صفر وهو واحد بس اكسبلورينج. لو حطيت الاكسبلورينج ده على الليمز يبقى نيو بولر ليم ليدز، حطيت الاكسبلورينج ده على التشيست يبقى نيو بولر تشيست ليدز. طب انت كام ليم شغالين؟ ثلاثه، يبقى عندك ثلاثه نيو بولر ليم ليدز. لو خدت الثلاث نقط مع ال يسموها في ال، خدت الثلاث نقط في مواجهه الار يبقى في ار، الثلاث نقط في مواجهه الاف يبقى في اف. وقلنا ده بطلوه في الدنيا لانه لقوا ان في حاله الليم لو خدت 1 ليم من الثلاثه في مواجهه الثلاثه اللي هم فعلا صفر اللي هو تيبيكال نيو بولر، لو خدت واحد في مواجهه الاثنين اللي فاضلين نفس الشكل نفس الكهرباء واكبر مره ونص، عشان كده سموه اوجمنتد. اوجمنتد يعني مقوى مزاد. فيبقى هيسالك في الشفوي ايه الفرق بين الاوجمنتد يوني بولر ليم ليدز وبين اليوني بولر ليم ليد، يعني هديك مثال ايه الفرق بين الاي في ال اللي بيعملوه والفي ال اللي بطلت الدنيا تعمله. في الاثنين الاكسبلورنج على ال، بس الفرق في الانديفرنت. في التيبيكال يوني بولر كان الانديفرنت على الثلاثه اللي هم صفر، لكن في الاوجمنتد مش على الثلاثه، على الاثنين اللي فاضلين وبيبقى مكبر مره ونص. طيب لو خدت الثلاثه اللي هم صفر تيبيكال يوني بولر وحطيتهم اجينست الست اسلاك اللي على التشيست يبقى ده يوني بولر تشيست ليدز. يبقى هنا بتاخد الثلاثه اللي على الثلاثه ليمز بصفر وبتاخد سلك من السته اللي على التشيست من في 1 لفي 6. وقلنا ليه سموا يوني بولر في؟ لانك ما بتجيبش واحد بصفر غير لو وصلت الثلاثه اللي في حرف الفي مع بعض. حفظناهم ازاي يا اولاد؟ في 1 وفي 2 هما اتنين في الفورس سبيس، واحده باراسترنال رايت دي الوحيده، مفيش رايت غير في 1 لان الهارت معظمه تو ذا ليفت، واحده بس اللي على الرايت اللي هي في 1 والباقي كله على الليفت. في 2 في الفورس سبيس برضه بس رايت، يبقى في 1 وفي 2 يتحفظوا مع بعض، هما اتنين في الفورس سبيس، هما اتنين باراسترنال بس دي تو ذا رايت ودي تو ذا ليفت. طب تحفظ 5 4 و5 و6 مع بعض، هتنزل سبيس بدل ما كنت في الفورس سبيس هتنزل في الفيفث سبيس. 100 كلافيكولر ده في 4 مع الهوريزونتال لاين معاه، مش شرط في الفيفث سبيس بس في الميد انتيرو اكزيلري تبقى في 5، ميد اكزيلري تبقى في 6. يبقى دي هي الاساس ان في 4 في الفيفث سبيس 100 كلافيكولر، وهتاخد مع الهوريزونتال لاين في الانتيرو اكزيلري والميد اكزيلري يبقى في 5 وفي 6. طب في 3 على الريب اللي بيفصل الاثنين من بعض. وبعدين عملناهم لعبه جميله، قلنا تفتكر تلعبوها مع بعض بليز. قواعد اللعبه 1 ليد 1 2 3 اي في ار اي في ال اي في اف، لما تاخد واحد مع اثنين، لما تاخد ثلاثة مع نقطة على التشيست تبقى من في 1 لفي 6. تبقى كده فاهم كويس قوي قوي الجالفانومتر بيقيس بين انهي نقطتين. في ليد 1 بيقيس ما بين الار والال. طب مين البوزيتيف؟ ال الكهرباء رايحة تو ذا ليفت اند داونز. في في 2 هتاخد دراع تبتدي باليمين هو الام الرايت مع الليفت فوت. طب فين البوزيتيف؟ الكهرباء رايحة كده هتبقى هو البوزيتيف الليفت. ليد 3 ما بين الليفت والليفت. بس الكهرباء رايحة تو ذا ليفت اند داونز يبقى الفوت هو الداون. لما يبقى الاثنين اكسبلورنج لازم تقول لنا مين بوزيتيف ومين نيجاتيف. انما التسعه اللي جايين من البولر اكسبلورنج 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 هو البوزيتيف. ليم بس هناخد واحد مع اثنين، الواحد هو المهم، لو خدت ده مع ده يبقى اي في ار ار ار. لو خدت ده مع الاثنين اللي فاضلين تبقى اي في ال. لو خدت ده مع الاثنين دول تبقى اي في اف. يبقى ليد 1 ليد 2 ليد 3 اي في ار اي في ال اي في اف. نيجي بقى للتشيست ليد، سهله جدا، الثلاثه دول بصفر. ادي نقطه بصفر. الجالفانومتر اللي عاملها. يبقى لما تحط العجله على في 1 تبقى فاهم الجالفانومتر عامل ايه، واخد لك نقطه هي محصله الداتا اللي هي صفر مع الفي 1.
اللي هي الوحيده اللي على الرايت في الفور سبيس تحفظ في 1 مع في 2، هما اتنين في الفور سبيس باراسترنال، في 1 رايت في 2 ليفت. طيب دول اول اتنين مع بعض، خد التلاتة قسمهم اتنين وتلاتة وواحد، تلاتة اللي هما أربعة خمسة ستة. خد بالك كان في واحد وفي اتنين في الفورث سبيس، انزل سبيس تبقى في أربعة في الفيف سبيس ليفت، فين؟ في ال 100 كلابيكرا. وبعدين انتيرو اكزيلري تبقى في خمسة، وبعدين ميد اكزيلري تبقى في ستة. مش لازم كله يعني، واحد بس اللي لازم تحطه في الفيف سبيس اللي هو في أربعة، التانيين مع الهوريزونتال لاين اللي هما خمسة وستة. طب في ثلاثة على الريب اللي بيفصل الفورس على الفيفس، يبقى سهلة جدا يا أولاد. بعد كده تكتب لنا بقى أربع ملحوظات جمال جدا، تقول لنا الأكزيال سيستم، تحكي لنا عنه، يعني أنهي حد هيتقاس يعني الليد هي الفيكتور اللي في انهي اتجاه يتقاس في انهي ليد. فالاول التاتا ليد هتعملها ازاي؟ سهله جدا، ادي الانتوفن سترانجل، تحرك الثلاث اضلاع تجيبهم لمركز القلب، فما تحرك ليد 1 هنا يطلع انه البوست الالكترون عند زيرو، ما هنا قلنا زيرو وهنا زائد 90 لتحت عشان البوست الالكترون تحت وناقص 90 فوق. اما تحرك ليد 2 ده هيجي هنا عند زائد 60، تحرك ليد 3 ده كده اهو، يبقى اتحرك ليد 2 كده يبقى هيجي عند زائد 60، اتحرك ليد 3 بالاحمر كده هيجي عند زائد 120. وانا بساعدك في الالوان جدا، يبقى الازرق لما تجيبه هنا يبقى عند صفر، ده ليد 1. اما تجيب ليد 2 كده هيجي اللي هو ده الاسود هيبقى عند زائد 60، الاحمر تحركه كده هيجي عند زائد 120. طب حط بقى معاهم الاي في ار والاي في ال والاي في اف، يبقى دلوقتي بقى كام ليد 6، عشان كده يسموهم هيكس اكزيال ريفرنس سيستم. فالفي الاي في اف عند زائد 90، الاي في ار بتبقى عند ناقص 150، الاي في ال عند ناقص 30، تبقى حافظهم صم. يبقى الفيكتور اللي يتوازى معاهم ده يطلع حلو قوي قوي في هذا الليد بوجه خاص. طيب نيجي الملحوظه الثالثه، طيب انت التشيست ليدز، انت عندك في 1 وفي 2 دول كان في 1 ناحيه الرايت، دول يجيبوا الرايت فنتكل، طب اللي بعديهم يجيبوا السيب، طب اللي بعديهم يجيبوا الليفت فنتكل، طب اخر واحده مين يجيب لو في عندك جلطه في القلب تجيبها في انهي ليدز احسن ما يمكن؟ سهله جدا برضه، ما فيهاش اي صعوبه قلناها. بص على الرسمه اللي تحت اهو، يجي في 2 وفي 3 والاي في اف، زائد هنا بقى اللاترال سايد يجي بمين؟ بليد 1 والاي في ال، يبقى اللي تحت هم 2 و 3 والاي في اف، اي انفاركشن تحت في القلب ادي احسن حاجات تصوره، اي انفاركشن في الليفت سايد يجي هنا في الاي في ال وليد 1. طبعا بالاضافه انه الليفت فنتكل بيجي بفي 5 وفي 6، الرايت فنتكل بفي 1 وفي 2، السيبتم بيجي ب 3 و 4. دي يا اولاد اصعب حصه في الاي سي جي اللي هي الريكوردنج وفكره الالكترودز. الحاجات اللي جايه باذن الله اسهل كثيرا، دي اكتر يعني محاضره بتبقى صعبه. اتمنى تراجعها اكتر مره وتلعبوا لعبه الافلام وهي سهله جدا. قلنا كده ليد 1، كده ليد 2، كده ليد 3، مين البوزيتيف؟ تملي اللي تو ذا ليفت او اللي داونز. ما تاخد واحد مع اثنين، الواحد هو المهم، مين اللي خدته لوحده؟ ده يبقى اي في ار، ده لوحده يبقى اي في ال، خدت دي لوحديها مع اثنين دول تبقى اي في اف. هتاخد ثلاثه دول بصفر مع الكترود على التشيست، الوحيد اللي ناحيه الرايت هو اللي في 1، وبعدين في 2. على فكره انا كنت ظاهر بعكسها يا ولاد، معلش سوري، في هنا تبقى في 1 وفي 2 وبعدين ميد كلافيكولار وبعدين انتيرو اكزيلري وبعدين ميد اكزيلري، عكستهم وانا بعد بلعب افلام معلش اخبطتكم شويه. يبقى في 1 وفي 2 هنا وبعدين انتيرو اكزيلري ميد اكزيلري وبعدين انتيرو اكزيلري ميد اكزيلري ميد كلافيكولار لاين انتيرو اكزيلري ميد اكزيلري. يبقى تاني دي كده في 1 كده في 2، لما اعمل لك كده ميد كلافيكولار يبقى في 4، انتيرو اكزيلري يبقى في 5، كده يبقى
في 6 في 3 ما بينهم هما الاثنين. وانا اطلت عليكم بس دي كانت يعني حاجة مهمة جدا، واتمنى تبقوا استفدتوا فيها. وهقول لكم بعد كده هنلتقي مع الريسبريشن بالتبادل. هذه هي يعني زي ما بقول the most difficult thing، لانها كلها حسابات في الفسيولوجي. واسف على اللخبطة ان انا كنت رايت ليفت وليفت رايت، maybe ان يعني عندي فرق توقيت جامد ما بين امريكا ودبي، وهنا دلوقتي احنا عندنا الساعة almost داخلين على 12 وفي فرق شوية. فانتوا خدتوا بالكم طبعا ان انا كنت بشاور على الليفت على انه رايت، وبصلحوها في لما تلعبوها في الافلام. يعني في الاخر بشكركم على يعني وقتكم، واتمنى اكون افدتكم. وكل عيد حب